مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من معالي المواطن. النهارده الثلاثاء، هي حلقه هاشتاج منطقتي. منطقتي زي ما قلنا لحضراتكم بيجي لنا رسائل كتيره على صفحتنا، صفحه البرنامج، صفحه معالي المواطن على الفيسبوك، او صفحتي الشخصيه مجدي الجلاد بالعربي والانجليزي ايضا على الفيسبوك. بيبقى في مناطق كتيره في مصر، مدن او محافظات او قرى او احياء، بيبعتوا لنا بيقولوا ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا وان احنا محتاجين ان احنا نكون او ندخل في هاشتاج منطقتي. منطقتي في حلقه الليله هي منطقه مهمه جدا في القاهره، في محافظه القاهره. هي منطقه تاريخيه فيها عدد سكان كبير وفيها ايضا مشاكل كبيره وكتيره. جالنا رسائل كتيره جدا وقلنا لحضراتكم وقلنا الاهالي هذه المنطقه او هذا الحي ان احنا نكون معاكم قريب، وبالفعل رحنا البساتين. البساتين تابعة لمحافظة القاهرة. يمكن منطقة البساتين من المناطق اللي فيها مشاكل متنوعة، وهي علشان كده هي بطل حلقة أو هاشتاج منطقتي في معالي المواطن الليلة. حي البساتين تاريخيا كان بيسمى في عصر المماليك بساتين السلطان، لأنها كانت معمولة بساتين أو حدائق للسلطان. كان عبارة عن مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية، وبمرور الزمن طبعا سقط السلاطين ولكن لم يسقط اسم البساتين، أصبحت البساتين فقط مش بساتين السلطان. يقع حي البساتين أو منطقة البساتين في المنطقة الجنوبية بالقرب طبعا من المعادي ودار السلام، علشان كده احنا كنا ناويين في الأول تكون حلقتنا الليلة دي عن البساتين ودار السلام، واكتشفنا انه مشاكل البساتين وأزماتها وأزمات دار السلام كل منطقة منهم أو كل حي محتاج حلقة لوحده. البساتين من أكبر التجمعات السكانية، فيها كثافة سكانية عالية جدا في محافظة القاهرة، ازدحام وعشوائية جديدة جدا. يمكن البساتين زي ما قلنا على المطرية قبل كده لما كنا في المطرية من أسبوعين، إنه في أحياء كده في مصر بتلخص مشاكل مصر كلها، منها حي البساتين. مساحة الحي طبقا لأرقام محافظة القاهرة، بمساحة الحي البساتين 102 كيلو متر. عدد السكان طبقا لتقديرات عام 2016 في البساتين بيصل إلى ما يقرب من 466 مليون 466 ألف نسمة، آسف، يعني تقريبا نصف مليون مواطن. في نشاط اقتصادي في البساتين، طبعا شايفين مشاهد مفزعة من البساتين أو مشاهد صعبة من البساتين. نشاط الاقتصادي أو الأهالي اللي في البساتين بيشتغلوا في صناعة مواد البناء، أحجار ورخام وجرانيت، وبينتشر فيها مصانع الرخام بمنطقة شق التعبان. طبعا شق التعبان كلكم عارفين منطقة مشهورة جدا، دي تابعة لحي البساتين. شق التعبان هي المنطقة الأشهر في صناعة الرخام في مصر. فيها تقريبا زي ما احنا شايفين منطقة شق التعبان والرخام، احنا رحنا صورنا، تقريبا فيها 3000 ورشة ومصنع رخام وجرانيت. مشاكل حي البساتين زي ما جات لنا على صفحتنا، صفحة البرنامج وصفحتي، رسائل كثيرة جدا منذ إطلاق هاشتاج منطقتي على تويتر. الناس قالوا إن احنا منطقة عشوائية بجدارة، غير مخططة على الإطلاق. الخدمات والمرافق في حي البساتين لا تستوعب عدد السكان اللي موجود فيها، يعني مثلا كلمة لا تستوعب دي بتعني إيه؟ إن المنطقة خدمات والمرافق اللي مخصصة للمنطقة ومعمولة منفذة في المنطقة مثلا كانت بتكفي طبقا للدراسات بتاعتها 200 ألف نسمة مثلا، فبقوا نص مليون نسمة، فبقت الخدمات والمرافق من صرف صحي لمياه لغيره والكلام ده وكده مضغوط عليها، فبتعطل وبتبوظ، وطفح المجاري وغيره، لأنه الكثافة السكانية أعلى من شبكة الخدمات والمرافق. الزحام شديد، انتشار عشوائي لمواقف الميكروباص والتوك توك في البساتين، اسواق عشوائيه وباعه جائلين في كل مكان، قمامه في الشوارع العموميه، جبال من القمامه زي ما هنشوف مع بعض،
والحيوانات النافقة أيضا، قصور زي ما قلنا بخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمية، تواجد أو وجود في البساتين كتلة سكانية عشوائية في المقابر بتعيش داخل منطقة المقابر، وسكان المقابر معروفين في مصر، في معظم مقابر مصر في ناس عايشة. كل المعلومات دي اللي قلناها لحضراتكم من محافظة القاهرة ومن جمعية مستثمري شق التعبان. النهاردة أو ليلادي إحنا في البساتين، بقالنا أيام طويلة بنصور في البساتين وبنرصد مشاكل وأزمات وطموحات واقتراحات وحلول معالي المواطنين في البساتين. نصف مليون مواطن بيعيشوا في منطقة هي من المناطق الصعبة في الحياة في مصر. منتظرين آراء حضراتكم واقتراحاتكم ومداخلاتكم الهاتفية، وأيضا آراءكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك وتويتر أيضا وهاشتاج منطقتي. النهاردة أيضا في حلقة الليلة زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، وأطلقنا مبادرة برنامج معالي المواطن، إن هيقدم معايا حلقات محددة خصوصا في منطقتي. مواطن، معالي مواطن، جالنا رسائل كتيرة جدا من ساعة ما أطلقنا المبادرة أن يتحول معالي المواطن إلى مقدم برنامج معانا هنا. جالنا ترشيحات كثيرة جدا. الليلة هيكون معانا أحد المواطنين مقدم برنامج معايا، زي ما شفتوا احنا حلقتين عملناهم قبل كده بهذه الطريقة. النهاردة هيكون بيشاركني في تقديم هذه الحلقة عن البساتين معالي المواطن محمد نبيل. محمد نبيل هيشارك معايا في النقاش، ويكون معانا ضيوف أعزاء من البساتين. هنتكلم عن المشاكل كلها والأزمات كلها، وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده كتير، إن احنا نحاول نوصل لحلول ومقترحات لمواجهة الأزمات اللي بيعيشها معالي المواطنين في البساتين. هنروح لفاصل سريع وندخل بقى على البساتين، والرحلة طويلة وفيها مفاجآت وفيها مشاهد يمكن صعبة شوية، ولكن احنا زي ما قلنا لحضراتكم ان معالي المواطن ومهتم بحياتكم الأساسية، وهو دائما شعارنا ما تجيش احنا اللي هنجيلك. فاحنا رحنا البساتين وهنشوف مع بعض بس بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد في معالي المواطن. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان احنا في هاشتاج منطقتي الثلاثاء كل اسبوع في منطقه ما في مصر، حسب الرسائل اللي بتجيلنا على صفحتنا، صفحه معالي المواطن على الفيسبوك، وصفحتي الشخصيه مجدي الجلاد على الفيسبوك ايضا، وهاشتاج منطقتي الليلادي. معادنا مع هاشتاج منطقتي من البساتين. زي ما قلت لحضراتكم البساتين منطقه مهمه جدا ومشاكلها كتيره جدا، تابعه لمحافظه القاهرة، وصورنا ورحنا ورصدنا مشاكل، وفي مشاكل أكتر، وفي انتظار مداخلات حضراتكم الهاتفية وأيضا إسهاماتكم على صفحة البرنامج وصفحتي الشخصية حول السؤال الذي طرحناه. خلوني أقول لكم السؤال اللي طرحناه في البداية اللي مطروح لهذه الحلقة. هلبس النظارة، نظارة القراية لازم أستخدمها، النظر بقى العتب على النظر. السؤال بيقول، وجالنا رسائل كتير هنقولها وفي انتظار رسائل حضراتكم ايضا، البساتين اسم ليس على مسمى، ده الحقيقه دلوقتي. هو كان اسمه بساتين السلطان زمان، مناطق زراعيه وجنان وغيره، دلوقتي اسم ليس على مسمى، ولكن هل يمكن ان يتحول الحي العشوائي الى نموذجي؟ شاركونا على هاشتاج منطقتي بالحلول والمقترحات، ونساعد بعض في النهوض بهذا الحي. في البداية خلوني أرحب بزميلي في تقديم هذه الحلقة. زي ما قلنا لحضراتكم معالي المواطن مذيعا أو مقدما للحلقة، المبادرة اللي طرحناها وجالنا رسائل كتير جدا وترشيحات كتيرة، وكل أسبوع وإن شاء الله ممكن تبقى كل يوم قدام بيكون معايا معالي مواطن بيقدم معايا هذه الحلقة. برحب بالزميل الأستاذ محمد نبيل. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ مجدي. أول مرة تشتغل مقدم برنامج؟ أول مرة طبعا. بس أنت عندك موقع خاص إخباري
طيب. اسمه صوت المعادي. تمام طيب. وعامل شغل كويس. بس طبعا مع حضرتك اول مره ليها. لا لا ان شاء الله تبقى احسن مني باذن الله. قول لي يا استاذ محمد انت تواصلت مع البرنامج ازاي وتم اختيارك ازاي؟ احنا اتكلمنا مع الاعداد وعارفين ان حضرتك طرح مبادره تنزل المناطق اللي احنا عندنا مشاكل، واحنا ممكن تكون اكتر دايره في القاهره فيها مشاكل واكتر مكان الناس بتعاني فيه. بعتنا الصور وبعتنا التقارير واتصل معنا استاذ اسلام وقال لنا اتفقنا معاه وان احنا نقدم وصورنا حاجات كتيره من المنطقه ونزلنا واتكلمنا. عندك امل؟ يا رب يا رب يا رب, يا رب. تمام. طب اسمح لي ارحب بالضيوف الكرام في هذه الحلقه. هاشتاج منطقتي من البساتين، سياده النائب احمد عبد الجزار عضو مجلس النواب عن دائره البساتين، وله جهد في هذه الدائره وعنده تواصل مع الاهالي طبعا كعاده النواب ويقدر يعكس لنا المشاكل كلها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. منور. ربنا يخليك. اهلا بيك. وارحب ايضا بالاستاذ ايمن خليل تاجر الاخشاب والموبيليا من البساتين، معالي المواطن من البساتين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور. الله يخليك يا استاذ مجدي. وارحب ايضا بالمهندس صالح ابو النصر، صالح مهندس بترول ورئيس جمعيه تنميه ونهضه المعراج وادمن ايضا لجروب مدينه الاعراج على الفيسبوك، وهو من المهتمين بمشاكل هذه المنطقه، وعشان حضراتكم تبقوا عارفين المعراج تابعه لحي البساتين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. منور. دور حضرتك. اهلا بيك. ربنا يبارك. طيب تيجوا نبدا كده نروح البساتين. يلا نشوف. اول تقرير عندنا لما نزلنا في البساتين واهالي البساتين ساعدونا ان احنا نرصد بعض مشاكلهم وهنتكلم عن كل المشاكل. هبوط المنازل في البساتين لعدم وجود منظومه صرف صحي. بنوصل لمرحله ان المجاري او الصرف الصحي من الطفح بتاعها والتخزين تحت الارض بيحصل هبوط للمنازل، وده خطر شديد جدا. تعالوا نشوف ونكمل مع بعض. المايه كانت عايمه وكنا عاملين لها مواسير، جم هدوها وقالوا ايه دي المايه داخله هنعمل مواسير وهنروق الشارع، ولا حد يروق ولا حد عمل. العمار ده تقع فيما بعد، لان طبعا المايه المجاري دي مأثرة على عمل برومه في الحديد واثرت على الادوار الارضيه وحصل عمليه تاكل في الادوار الارضيه. فوجئنا ان كان هنا في يعني مستنقع امراض للناس. كان في تلال زباله هنا، كان في تلال زباله هنا، بدانا ان احنا نشيلها عشان نشوف مشكله المنطقه ايه، لقينا ان في مشكله منبع ميه جايه من على الشارع العمومي مش عارفين نحدد مصدره، وفي مشكله ان المساكن دي كلها كانت مقفول عليها الصرف الصحي عباره عن طرانش بتتنزه بمكنه بدال. في هنا ناس يعني بتموت كل يوم، وشباب بتموت كل يوم، وعيال صغيره كل يوم بتقع في الميه دي على اساس ان هم بيلعبوا فيها، والميه دي مليانه ميكروبات ومليانه امراض، واحنا بنناشد المسؤولين اللي هم ينقذوا الاطفال. الجيل اللي طالع دوت جيل طالع كله امراض. يلا شفت التقرير؟ كلها شفنا التقرير. التقرير ده بيعكس الواقع؟ اه طبعا. كلها منطقه بقى لها 30 سنه. 30 سنه بالوضع ده بالشكل ده. الناس حضرتك جوه الشقه عايشه كده. جوه الشقه؟ جوه بيتها عايشه كده. سياده النائب ايه رايك في المشاهد اللي شفناها في التقرير؟ لا حاجه ما تصرش يعني، بس هو طبعا زي ما بيقول الاستاذ محمد الموضوع ده بقاله اكتر من 30 سنه، لان المكان ده كان فيه المفروض مياه جوفيه. وطبعا الناس زمان لما بنوا كده عشوائي كده وخلاص. بعد ما بنوا تقريبا ما فيش 7-8 سنين بدات المشاكل دي تظهر. يعني هم المباني دي اتعملت تقريبا في سنه 76. بعدها بكام سنه بدات الارض تطلع ميه، بقى حدش عارف الميه جايه منين. نشدنا احنا الناس قبل ما نبقى نواب من كذا سنه، ونتكلم مع بتوع الصرف الصحي، بتوع الصرف الصحي يقول لك ده مياه جوفيه، نتكلم مع بتوع المياه الجوفيه يقول لك لا ده في اكيد ماسوره، كان في هنا زمان ماسوره مطافي ومش عارف ايه. طب تعالوا نقبوا، تعالوا فتشوا، تعالوا شوفوا، ده يجي وده يروح ومفيش حد
بيقول على نتيجه معينه. اخر حاجه عملوها من حوالي بتاع 15 سنه تقريبا جابوا مكنه شفط ميه وبقى ينقلوا الميه على الصرف الصحي. شايف المشاهد يا سياده النقل عامله ازاي؟ يعني المجاري عايشه مع الناس جوه البيوت. طفح. الدور الارض بتاع مساكن عزبه الكلحه ده كله ميه. اسمها عزبه الكلحه. اسمها عزبه الكلحه. طيب ومحافظه القاهره؟ محافظه القاهره طبعا قبل كده ما اعرفش ايه اللي كان بيتم، بس من ساعه ما بقيت نائب اتكلمنا من ايام جلال بيه السعيد وطلبات ومذكرات نرفعها لحضرته ونتكلم مع وزير الاسكان، ما فيش حاجه بتتم غير ان احنا ممكن نبقى اجتماع المحافظ بعد كده لما جه المحافظ الجديد مهندس عاطف اتكلمنا تقريبا، احنا عملنا معاه حوالي 3 لقاءات وللاسف في لقاءين ورا بعض، احنا لنا لقاء شهري المفروض كل السبت الاول من كل شهر بقى لنا شهرين قبل الميعاد، يعني السبت اللي فات ده يوم الجمعه بالليل 10:30 مساء جالنا رساله على الواتس ان الميعاد اتاجل وما تحددش طبعا لسه الميعاد التاني امتى. انا تقريبا من ساعه ما بقيت نائب لغايه النهارده بقى لنا 1.5 سنة ولا 7 شهور ما عنديش غير 7 8 مواضيع بتكلم فيهم مع جلال بيه السعيد وزير النقل حاليا وكان المحافظ لما كان محافظ سابقا، وبرضه هم بعيد فيهم الكلام مع المحافظ الجديد وبتكلم فيه. انا بعتبر اجتماعاتنا عباره عن مكلمه بنتكلم وبس، وفلان اعمل كذا وفلان اعمل كذا، ما يحصلش حاجه نيجي الاجتماع اللي بعده نتكلم في نفس الكلام. وعلى فكره مش انا بس، تقريبا النواب كلها كل يعني اجتماع فض مجالس نقدر نقول كده. مكلمه بوعوده ما بتتنفذش بالظبط حضرتك، لانه بيقوم قدامنا المختص اعمل كذا اعمل كذا سوي كذا، طب لا شوف الموضوع ده يا فلان شوف الموضوع ده يا فلان، نيجي تاني اجتماع انا ما فيش حاجه حصلت فبضطر اجيب، مش هجيب له بقى جديد، بضطر اجيب القديم واتكلم فيه. اللي ما اتعملش ما انا فانا بعتبره مش لقاء دوري، مكلمه دوريه بالظبط كده حضرتك. وانتوا عاملين ايه مع الاهالي بقى بيقولوا لكم ايه؟ والله الاهالي انا احب اطمن حضرتك اللي كان ليه شعبيه قبل خلاص ما انتهى. حضرتك صريح وانا محترم صراحتك دي، ربنا يخليك. شعبيتكم بتتاكل فعلا، بتنتهي في الدايره بالظبط، علشان الاهالي ما بيشوفش عشان ما فيش حاجه على ارض الواقع. وانت النائب يا جماعه عشان نبقى عارفين، النائب البرلماني مش جهاز تنفيذي، ده هو سلطه تشريعيه ورقابه، لكن هو ما بينفذش بنفسه، لازم يروح للحكومه والحكومه بتوعد وما بتعملش. احنا ما فيش محليات دلوقتي فبنشتغل بنفسنا. احنا النائب دلوقتي حضرتك عشان تبقى عارف، او معظم النواب يعني بمعنى اصح شغال بسطجي واخد الطلبات ورايح الوزارات رايح جاي، شغال شيال شايل شويه ورق قد كده بيروح بيهم في كل حته، مفيش حاجه بتتم على ارض الواقع. مفيش حاجه بتتم على ارض الواقع للاسف. او جايز اتكلم اقول على عندي في دايرتي عشان برضه دايره مهمه، البساتين دي حضرتك البساتين دايره مهمه، لا اكتر من نص مليون مواطن، ده نص مليون مواطن ده اللي ليهم حق التصويت الانتخابي. اللي هي جايه احنا ارقامنا من محافظه القاهره. ده اللي ليه حق التصويت الانتخابي حضرتك. انما احنا عندنا وافدين من الصعيد ومن الصعيد ومن البحري ومن هنا ومن هنا، المنطقه فيها تعداد سكاني ما يقلش عن 1.5 مليون بالوافدين طبعا. بالوافدين. واخد بال حضرتك؟ فطبعا احنا بنقابل صعوبه جدا جدا جامده جدا مع الناس. الصور دي من العصور الوسطى، المشاهد دي من العصور الوسطى، يعني المفروض. حاجه بقى لها 35 سنه مجدي بيه. والناس عايشه كده امراض طبعا. والناس يعني غلابه. وبيوت متهدمه. واحنا عايزين نعمل لهم حاجه ومش بايدينا بصراحه. حضرتك في قلب القاهره. دايره كبيره جدا، احنا دايره البساتين اكبر دايره في القاهره، مساحتها 92 كيلو متر مربع. وطبعا وانا شايف كمان ان مفيش عداله في التوزيع من محافظه القاهره على الاحياء. في اهتمام بالاحياء معينه اللي هي ظاهره قدام عامه الناس وسط البلد. مصر الجديده مش كده، انا مش عايز اسمي اسامي عشان برضو زمايلي النواب اللي على الاحياء دي ما المفروض يهتم بالاحياء دي والاحياء دي. احنا عايزين عداله في التوزيع. ما اجيش انا النهارده حي زي حي البساتين مساحته 92 كيلو متر مربع، ولا انا الميزانيه رصف الطرق بتاعته 800,000 جنيه يتخصم منهم المقاول كان ليه من السنه اللي قبلها مش عارف 230 يعني ادهن شارعين اسود مش هسفلتهم. ما خلاص راحت الميزانيه بس كده. استاذ ايمن تحت امرك.
سياده النائب بيقول ان احنا ان هم كانوا بيعانوا مع الاجهزه التنفيذيه مع محافظ القاهره والمحافظه واجتماعات مكلمه كلها وفض مجالس. دي حقيقه. انتوا كاهالي بقى شايفين المنطقه ازاي؟ احنا كاهالي بنعاني وكشباب بنعاني اكتر. يعني انا بالنسبه لي عندنا طاقه شباب كبيره قوي بس ما عندوش حته يفرغها فيها، ما عندناش قصر ثقافه. مراكز الشباب اللي عندنا كلها ايجار. كلها ايجار. بلا استثناء. كلها ايجار، هم اتنين مركز شباب والتالت واخد حته يافطه اللي هو يخص منطقه عرب المعادي. حته يافطه برقم اشهار بس لحد دلوقتي ما تنفذش، اتعمل له بوابتين. فاحنا عندنا شباب وعندنا طاقه بس هيفرغها فين؟ مش موجوده. بيضطر بقى انه الاسلوب القذر. الاسلوب القذر. شباب كتير قوي مرميه في الشارع. مخدرات مدمراهم. ما عنديش طاقه، وانا الطاقه اللي عندي هفرغها في ايه؟ ما عنديش ملعب اروح افرغ فيه طاقتي، لو هفرغ هدفع فلوس. ما عنديش قصر ثقافه. بيتأجر الملاعب. الملاعب كلها بتتأجر. عشان تمارس رياضه تدفع. الساعه 150 جنيه. الساعه 150 جنيه مش دي ملاعب الدوله؟ ملاعب الدولة مش مركز شباب؟ ما هو مركز شباب دلوقتي حضرتك من قبل مجلس النواب وهم بدأوا يأجروا في الملاعب برقم في الساعة برقم. ده بقى الموضوع ده بقى له فترة. وزارة الشباب اللي عاملة كده؟ وخلاص على فكرة القانون الجديد هيبيح الكلام دوت، لأن خلاص موضوع الرياضة في مصر بقى استثماري. الله يرحم لما كان الشباب بيلعبوا في مراكز الشباب مجانا ومراكز الشباب هو تعالوا. لا هو بالنسبه للقانون برضو عشان برضو ما نهدرش حق الناس، هو قانون كويس جدا وهيفيد الناس كلها. بس هيبقى فيه برضو جزء للناس اللي هي الشباب اللي مش هتقدر تتعامل بالفلوس والكلام ده كله، هيبقى ليهم حقيه برضو يعني. واطمنك برضو بالنسبه دايما لحته الارض الفاضيه بتاعه ارض الملعب اللي هي في عرب المعادي عزمه الورد. تمام، واخده رقم مشهور حضرتك. واخده رقم مشهور ده من 95. أيوة. مشينا ورا الموضوع وان شاء الله باذن الله يعني انا اخد القرار بكره. خلص باذن الله. بكره يعني هو المفروض طلع النهارده بس احنا ما رحناش المحافظه النهارده. كان عندنا جلسات وكده بس هو المفروض طلع ونستلمه بكره او بعده بكتير او ان شاء الله، لان للاسف عندنا برضو بكره جلسات فبضطر انا اروح بنفسي. تروح بنفسي؟ ما خلاص بتطرد الحكومه؟ لا هنعمل ايه؟ ما احنا اصل الشعب يعني هي برضو الحكومه معذوره عشان نتكلم صح. تمام. يعني احنا نقدر نقول ايه برضو؟ البلد امكانياتها الاقتصاد احنا عارفين ما بتاع مصر دلوقتي عامل ازاي؟ الدوله ما فيهاش امكانيات ماديه تقدر تعمل كل حاجه، بس احنا بنقول ايه؟ عداله التوزيع على الاحياء عشان ما يجيش الاستاذ ايمن يجي النهارده يتكلم ازاي الحاج احمد ما سافرتش مثلا الشارع الفلاني ما عملليش صرف صحي في الشارع الفلاني، طب ما فلان الفلاني بيعمل في الحته الفلانيه. هيبقى ده حقه لما الاقي في مكان تاني بيتعمل فيه الحي الفلاني بيتعمل فيه وحي بس ما بيتعملش فيه يبقى انا مقصر. فانا عايز بيشوفوا ده بيشوفوا شغل في المحافظه في شوارع معينه طبعا واحياء معينه وبيعاتبون على الفيسبوك عندي على الصفحه وبيكلموني ده فلان عمل في الحته الفلانيه وانت ما عملتش وانت مش قادر تعمل وانت طبعا بنرد طبعا بنفهمهم الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله. وبتقول له المحافظ عاطف عبد الحميد بتقول له الكلام ده؟ بنتكلم في كل حاجه فيه. بتقول له ان احنا مضغوط علينا من الاهالي طبعا انا قلت له في مره انا طول عمري وطول حياتي انا الحمد لله انا اول مره اخش مجلس النواب قبل كده انا حياتي كلها مع الناس في الشارع معاهم في الحلو والوحش وحل المشاكل العرفيه زي ما بيقولوا والناس كلها كبير وصغار الحمد لله بيحترمني. النهارده بدا في ناس ما بتحترمنيش مش ما بتحترمنيش وجها لوجه على الفيس بلاقي كلام مش كويس ف ما هم مش شايفين قدامهم الا مش شايفين النائب. خلاص والحقوق يعني كل الوقت بيتكلم عن النائب ما حدش بيجيب سيره الوزراء ولا الحكومه ولا حاجه. من بعد مجلس النواب ما اتعمل الشعب كله ماسك النواب وبيتكلم عنه. طيب بس مهندس صالح ايوه انت في منطقه المعراج وعامل ادمن وادمن جروب عامل جروب وانت الادمن ليه؟ ان لما النائب البرلماني يشتكي يقول انه بيعاني المواطن يعمل ايه؟ المواطن بيتألم. أول كومنت يعني عايز أقوله إن عشان ناخد قرار صح لازم يبقى يكون عندنا داتا صح. معلومات. بما إن الويب سايت بتاع محافظة القاهرة بتقول إن حي البساتين مساحته حوالي 100 كيلومتر والمناطق الآهلة بالسكان حوالي 10 كيلومتر يعني والباقي مناطق صحراوية. مناطق صحراوية لما احنا لو نزلت حضرتك دلوقتي أكيد القرار ده أو الداتا دي
موجودة مثلا من السبعينات، لأن ما عادش فيه مناطق صحراوية. المناطق الجديدة بأسماء المعادي الجديدة ابتداء من شارع الجزائر وشارع النصر، وبعد كده الأوتوستراد في مناطق يعني ذات كثافة عالية زي صقر كوريش الكندي والمعراج العلوي والسفلي وبيتشو. بيتشو فيها كثافة رهيبة، حضرتك ما تعرفش تركن عربية هناك. في مناطق جراند سيتي، في الحي الأمريكي، في عمارات بدر، في أشجار دارنا، مناطق ذات كثافة عالية جدا 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 يعني. في الحدود الإدارية بتاعت الحي حدود كبيرة جدا، وأي مسؤول هيمسك حي البساتين لازم يفشل، لأن ما عندوش ريسورسز ولا إمكانيات تكفي المساحة الكبيرة ديت من الحي. فأعتقد وده كان مطلبنا الدائم، احنا قدمنا طلب قبل كده لسيادة المحافظ دكتور جلال السعيد لما كان موجود، لما كان موجود السيارة. وفي وجود النائب كان اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية حالي، ان احنا عايزين حي جديد يشمل المناطق بتاع زهراء المعادي والمعراج والتجمعات السكنية الجديدة اللي هي يمين الدائري لغاية بيتشو أمريكان، وممكن ناخد معهم الجزء الشمال بتاع الهضبة الوسطى عباد الرحمن والمشاريع الجديدة اللي هناك. لأن كمان يعني الناس بتعاني لأن الأسعار بقت غالية جدا. الشقة أقل شقة ب 600,000 و700,000 وتصل ل 2 مليون. فحضرك لما واحد يعيش مثلا بره ويضيع شقة عمره وياخد شقة في مكان يفوجئ في الآخر إنه مكان مليء بالمشاكل ومليء بالرتش والطرق الغير مرصوفة والخدمات اللي مش موجودة، طب يقول لك أنا خدت هنا ليه؟ طب ما اروح فاخد في طب أماكن. ما تيجي نشوف مع بعض، ايه رايك يا استاذ محمد؟ يا ريت نشوف مع بعض المنطقه اللي فيها الشقق ب 600 و700,000 ده ستارت بتبدا وتوصل 2 مليون. تعالوا نشوف التقرير ده ايضا من عمار الاوقاف، منطقه تقسيم الخلواتي في الاوقاف. المنطقه عباره عن ايه؟ انا مش هقول، انا هخليكم تشوفوا. التراب والزباله والكمامه دي كلها مش عارفين واخد بالك نقعد ولا عارفين نطلع ولا عارفين نخش من المكان، والمكان سيادتك كله ابراج حلوه وناس وارض اوقاف، كمان دي ارض اوقاف يعني المفروض جميع الصلاحيات تبقى لينا. الحي بيجي بيبص ويعمل ايه يعني؟ يقول لك انا هشيله، ولا بيشيل ولا بيعمل. وبامانه احنا تعبنا، نكلم الحي، نكلم المسؤولين، نكلم الناس المسؤوله عن الكلام ده، ان احنا نشيل الزباله ونشيل القرف ده، لان الناس هنا ساكنه مش قادره ان هي تعيش. عندك مشاكل في العربيات وهي بتعدي، مشاكل في الناس، المجاري. الحي بيجي على ما قدرته اللي هو يجي يشيل نقله وما يشيلش تاني، بيجي يشيل نقله ويبقى واقفين وبعد كده يمشوا ما يشيلوش حاجه تاني، وما فيش حد بيقف معاه، وشال نقله بيسيب 10، واحنا حضرتك احنا المظلومين. التراب ده بقاله اكتر من 20 سنه، واحنا اتجمعنا وجي النائب بتاع الدايره وجي رئيس الحي، قلنا نشيل بوجود الذاتيه، والمفروض ان الحي كان هيبعت لنا كل يوم 5 عربيات ولادارين، كل اللي الحي ساهم بيهم معانا 28 نقله. مجاري والميه والصرف الصحي ده مهم جدا، يعني الناس هنا بص الشارع ده لما بيضرب ميه بيغرق الدنيا، مفيش، وبتوع الحي ما بيجوش، ده بيرموا الزباله وبتوع الحي واقفين بيتفرجوا عليهم. الزباله تتشال نقله يترموا 5 6 نقلات 10 نقلات، ولا حي سائل ولا عضو مجلس الشعب سائل ولا مسؤول سائل. فين محافظ القاهره وفين رئيس حي البساتين؟ المهندس عادل عبد الظاهر، صح؟ صح، هو رئيس حي البساتين. عايز اقول لكم على قصه ظريفه جدا حصلت لنا في حي البساتين واحنا بنشتغل على الحي. الزملاء في الاعداد اتصلوا برئيس حي البساتين المهندس عادل عبد الظاهر علشان يشرفنا يبقى معانا في الحلقه هنا، وقالوا لنا ان احنا عاملين حلقه خاصه عن البساتين زي ما عملنا قبل كده في المطريه وفي المهندسين وفي العجوزه وزي ما عملنا في كفر الشيخ، وقالوا له احنا برنامج معالي المواطن وان احنا بنشتغل مع المواطن المصري وبنرصد وبنروح والكلام ده وكده. قال لهم لا مش هاجي، قال لهم لا مش هاجي، اعتذر. ده رئيس الحي مش المحافظ، المحافظ ما بيردش، بيكلموه دلوقتي عشان يعمل مداخله ما بيردش. المحافظ طبعا عارف هو رئيس حي البساتين. فكرة يا محمد، رئيس حي البساتين مرضيش يجي ليه؟
هيرد على ايه ولا ايه يا استاذ مجدي؟ هيرد على ايه ولا ايه؟ المشكله اللي قدام حضرتك دلوقتي في التقرير دي من سنه 98. العماير دي كلها برخص. مرخصه؟ مرخصه. دفع رسوم للدوله 45,000 جنيه ووصلت ل 80,000 جنيه وقتها. انا دافع فلوس عشان في الاخر تسيب لي جبل زي دوت، افتح البلكونه الاقي جبل في وشي وبيع مخدرات علني، وبنتي ومراتي متعرفش تنزل وتطلع من البيت. سيادة النائب، هو رئيس الحي اي حي لما يقرر ان هو ما يواجهش مشاكل الناس ويناقشها؟ طب بلاش اي حي، خلينا نتكلم على حي البساتين. تمام. ومش هشكر قوي ولا بتاع، يعني الراجل ده ما بيطلبش، انا عن نفسي ما بطلبش منه حاجه لما بتتعمل، بس انا شايف امكانياته في المعدات مش كفايه، وانا طلبت قبل كده. طب ما كان جه قال زي رئيس حي العجوزه، جه قال ان انا ما عنديش معدات، يعني جايز هو ما قدرش يواجه قوي. انا واجه، انا اقول لك اللي تم، لان انا بتكلم معاه باستمرار وانا اصلا مع الناس باستمرار، فعارف مشاكلهم وعارف المكان اللي الشارع ده فيه ايه وعارف الشارع ده فيه ايه. شوف المناظر، شوف المشاهد في البساتين، ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي احنا في سنه 2017 وناس تعيش في هذه الظروف؟ الجبل ده، ده كله ابراج على فكره. الشقه هنا بكام يا جماعه في الابراج دي؟ يعني ارقام ومخدرات طبعا، وزي ما بيقول محمد الستات والفتيات والبنات وكلاب ضاله طبعا ما بيقدروش ينزلوا. هيرجعوا ازاي مثلا الساعه 7 8 بالليل؟ والزباله معانا معالي المواطن علام نصر الله من البساتين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا بيك يا فندم. حضرتك من اهالي البساتين؟ احمد زكي البساتين ان شاء الله. حضرتك اسمك احمد زكي؟ من شارع احمد زكي. شارع احمد زكي. انا اسف. لا ولا يهمك حضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك متابع معانا المشاهد وال النواب الصراحه يعني مش فيديو حاجه. الناس بيروحوا وروحوا الحاج احمد الجزار مع حضرتك. بيروح لحد عنده راجل بيقابلنا وبيقعد معانا وبيديله مشكلته. عن اي مشكله بيحلها لنا الصراحه، بس هو مش فيه حاجه. بيقول لك انا بروح يا جدعان هنا وهنا هنا ما حدش بيقبل طلباتي. طب والحل ايه دلوقتي؟ المنطقه عندنا يا فندم الحي كله مهتم باللاسلكي والحاجات اللي هي نظيفه بمعنى اصح. لان في مناطق المعادي اسمها اللاسلكي في البساتين، اسمها اللاسلكي دي تبع نادي البساتين. عارف؟ حضرتك لو نزلتها هتشوف الفرق بينها وبين احمد زكي. البساتين اللي هي الشعبيه بمعنى اصح. هتلاقي هناك بشوات قاعدين، البشوات هناك وهنا قاعدين اللي هم ايه، يعني مش عارف اقول لحضرتك، يعني افقه مجتمع، والاثنين دايره واحده. رئيس الحي يا فندم ما زي ما هناك يتم هنا. الصراحه ان هو بقى هيعمله غير النواب، هو ده مش شغله، ده شغل محليات وشغل رئيس حي وشغل محافظ وشغل محافظ في المجلس. ما هو الحاجات دي؟ سياده النائب احمد الجزار بيقول ان هو بيروح للمحافظ وبتتقلب مكلمه وعقود. سياده النائب احمد الجزار مكتبه مفتوح، وحضرتك في استاذ سامح الجزار اللي هو من يعني موجود مع استاذ الحاج احمد على طول، بيرد على تليفوناتنا في اي وقت وبيقابلنا. بس الناس هيعملوا ايه؟ ما النائب سياده النائب بيطلع للمحافظ مش بيقابله. مش بيقول له حاضر بيومين وينط، يعني هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ثاني يعني؟ هيدفع من جيبه؟ يعني اللي بيقدر عليه بيعمله. هو مش جهاز تنفيذي النائب في الاول وفي الاخر. مش جهاز تنفيذي النائب، ما الراجل اللي قاعد عليه بيعمله. هو رئيس الحي فين؟ فين؟ اشمعنى احمد زكي؟ اشمعنى بستين؟ يعني اشمعنى المنطقه اللي هي اللي جوه دي الشعبيه دي مش مهتم بيها؟ اشمعنى بقول لك ايه يا فندم؟ يعني مع احترامي ليك، يعني من قبل الثوره دي على ايام حسني مبارك مش كده. اشمعنى ايه اللي حصل دلوقتي؟ المنطقه ما كانتش كده؟ ما كانتش كده خالص، لا ما كانش فيه ده كله كده. انت سايب اللي بيحصل ده، انا مش عارف ايه بصراحه. ونيجي نتكلم يقول لك لا ما حدش يتكلم. لا ازاي ما حدش يتكلم؟ حد حرية رأي. محدش يتكلم ليه؟ محدش يتكلم خالص، لا انت حرية رأي. لا طبعا من حق المواطن يتكلم في كل حاجة. واشكرك جدا. اشكرك جدا استاذ علام نصر الله. باشمهندس المعراج، ايه مشاكلها؟ طبعا لا تقارن بالمناظر اللي احنا شفناها يعني. طبعا دي حاجة سيئة جدا يعني، بس كل منطقة ولها مشاكلها والمواطنين اللي فيها لهم الحق في المشاكل طبعا.
ولذلك يجب الفصل بين المنطقتين، يعني بمنطقه المدينه الجديده او المعراج او المعادي الجديده بصفه عامه والبساتين القديمه. المشاكل اللي عندنا ان لما اتخططت المنطقه، منطقه المعادي الجديده كلها وبالاخص منطقه المعراج، اعتقد ما كانش في تخطيط عمراني سليم، لان اماكن الخدمات في كل المعراج تبع امتياز شركه النصر. شركه النصر دي احدى شركات، احدى الهيئه شركات الهيئه القوميه للتشييد والبناء. طبعا مع كل قطع اراضي سكنيه بيبقى فيه نسبه 5% خدمات، دي المفروض تتعمل اسم شرطه، سجل مدني، مطافي، بريد، وحده صحيه، مستشفى حكومي، مدرسه حكومي. للاسف الشديد وللاسف يعني ان الاماكن الخمسة في المية الخدمات محافظة القاهرة كلها بعتها كلها، ما عدا اربع اماكن فقط لغير، اتنين اتعملوا مدرسة، واحدة خصصت مجمع خدمات شرطة ووزارة الداخلية استلمته وما عملتش فيه اي حاجة، والرابعة خصصت سنترال وتصور وبرضه ما عملوش اي حاجة. الحاجتين اللي اتعملوا مدرسة اسمها 25 يناير ومدرسة اسمها المعراج الدولية بكالوري، وباقي الخمسة في المية الخدمات كلها اتباعت، اتباعت لجمعيات تبع الشرطة، جمعية أمن المواني، أمن الدولة وهكذا. طبعا لما رحنا للسيد محافظ القاهرة السابق الدكتور جلال السعيد قال ده مش في عهدي، يعني هو اعترف ان الامر ده واقع فعلا بس مش في عهده وما كانش عنده حل، وحولنا للسيد النائب. مش في عهده بس يتصلح يعني ولا ايه؟ ما عنديش حل، ما عندوش حل. الامل الوحيد ان في جزء لسه هيطرح تبع شركة تقسيم جديد تبع شركة النصر، ده في أراضي لسه فاضلة، الأمل الوحيد إن هم يعوضوا السكان بخدمات فيه. إحنا لا عندنا مستشفى ولا عندنا وحدة صحية ولا عندنا اسم شرطة، الاسم شرطة الوزارة استلمته وما عملتش أي حاجة خالص، في وعود كتير قوي قوي من زمان إن هو هي مفيش مستشفى في المعراج، مفيش مستشفى في البساتين كلها، مستشفى عام البساتين مفيش ولا وحده صحيه. نروح اقرب مكان لينا احمد ماهر، يعني ممكن مع الزحام، انت عارف مستشفى احمد ماهر على مستشفى هرمز، نروح الزحام ثلاث ارباع الحالات بتتوكل على الله بيكونوا ماتوا، بيكونوا او وحده صحيه بتاعه تطعيم الاطفال والحاجات دي. في مشكله في موضوع المستشفى، انا بعد ما ربنا كرمني ونجحت وبقى في مجلس نواب وبقيت نائب، اول حاجه عملتها لان ده مطلب شعبي للبساتين من 50-60 سنة. اتقدمت طبعا كنت لسه مش عارف الاراضي بتاعت الحي فين والفاضية فين والمليانة فين. فقلت اسلم حل، انا عندي واحدة صحية في مساكن اطلس مساحة الارض بتاعتها 3200 متر مبني حوالي من على 300 متر والباقي فاضي حوالي نصور. فاتقدمت بمشروع للمستشفى ان انا اخد المكان ده اعمل له ازالة واعمل عليه مستشفى وزارة الصحة في وجود المحافظ ووكيل وزارة الصحة كان موجود في هذا الاتفاق. تمام. وبعدين ده يعني خد يعني خد الموضوع ده كده واحدة واحدة بقى معايا، واحدة واحدة هيبسطك قوي. حاضر. تمام. قدمت بالكلام دوت، قال لك لا دي مساحة الأرض قليلة، أقل مساحة للمستشفى العام تبقى 6000 متر. اوكي. المهندس عادل عبد الظاهر مشكورا طلبت منه يشوف لي ايه الاراضي اللي ملك تخص المحافظة عشان ما نتعداش على اي جهة تانية ويبقى حرين التصرف فيها. عايزين مساحة 6000 متر. لقينا الحمد لله مساحة 6000 وحوالي 200 متر او 300 متر. اتقدمت تاني بعد كام شهر طبعا على ما حصلنا وتأكدنا ان هي ما تبعش لاي جهة اخرى والكلام ده كله. اتقدمت بيها نفس وكيل الصحة بس كان المحافظ بس هو اللي اتغير. كان الجلال بن سعيد وبعد كده الباشمهندس عاطف. بس هو نفس وكيل وزاره الصحه قاعد في الاجتماع، فبقول انا لقيت ارض مساحتها 6300 متر وعايز اعمل المستشفى العام طبقا للمواصفات اللي طلبتوها. قال لك لا الحد الادنى للمستشفى المستشفى العام 10000 متر. ايه ده؟ هو بيكبر؟ مش عارف، ما هو عدى كام شهر؟ عدى كم شهر؟ عدى كم شهر؟ قالوا لك 6000 متر، فجبت 6000، قالوا لك لا 10000 متر. انا اللي استنتجته بصراحه ان مستشفى عام، يعني انت بتتكلم في مليار جنيه حاليا مش متواجد. فقلت اسكت لغايه ما الامور تتصلح الاقتصاديه بتاعه البلد ونتقدم، وبرضه حاطط ايدي مش حاطط ايدي يعني عرفت مكان فيه 10000 متر. بس ما رحتش سنه عشان ممكن يقول لك 15. لا ما انا هستنى لما تيجي فلوس بقى. استنى لما تيجي فلوس. طيب معانا السيدة الفاضلة أستاذة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ، نائب محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية التابعة لها البساتين. مساء الخير يا فندم.
الاتصال قطع. طيب حاولوا توصلوا تاني. فقلت بقى خلي ال 10000 متر خليهم قلت له بقى اتصرف فيهم يا باشمهندس عادل لغايه ما يعني الحاله الاقتصاديه تتصلح. وبقى فعلا مليار جنيه دلوقتي انا ما اقدرش اقول له اعمله لان انا عارف الدنيا فيها ايه. هي المستشفى بتكلف مليار جنيه؟ هم قالوا لي كده. قالوا لك مليار جنيه؟ يبقى جهازاتها طبعا مش مبانيها ماشي. طبعا بالتجهيزات بالتجهيزات بالكلام بالاشعاعات بالتحاليل هتعمل مستشفى عام فيها كل التخصصات. طيب انا عايز اسال الاستاذ ايمن تحتهم مصدق الرقم ده بتاع مليار جنيه؟ لا والله ليه ما هو مليار الف مليون مش عارف اقول ايه. خلاص الفلوس ما بقاش ليها طعم يا استاذ ايمن. الفلوس مليون جنيه خلاص ما بيعملش حاجه. مستشفى مليار جنيه ده هتبقى مستشفى. طب انتوا بتعانوا من عدم وجود مستشفى؟ بنعاني من عدم عربيات المطافي ما بتعرفش تخش عندنا. ليه؟ عشان الحارات والشوارع ضيقه. ضيقه جدا. والطفح والصرف الصحي ده اساسي. احنا حتى السكه الحديد عندنا غرقانه. يعني القطر في قطر بيعدي من عندنا مش هيعدي ان القضيب مش باين فيه ميه حتى القطر. مش هيعرف يعدي. تضحك؟ ده حقيقي. ما هو بيضحك على الحقيقه. معانا الاستاذه جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهره المنطقه الجنوبيه. مساء الخير يا فندم. الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. انا عرفت ان محافظ القاهره في اجتماع بيقولوا يعني فحضرتك. انا في اجتماع. حضرتك في اجتماع معلش. اتفضل. طيب احنا في الحلقه النهارده في حي البساتين. ايوه. وحي البساتين مصورين تقارير من هناك ومعانا الاهالي اهوت على الهوا ومعانا سياده النائب احمد عبد الجزار عضو مجلس النواب عن دائره البساتين. المشاكل كتيرة جدا. طفح مجاري، جبال من القمامة، هبوط بيوت وعمارات بسبب الصرف الصحي، المياه الجوفية والمعراج ومنطقة المعراج. وفي مشاكل كثيرة جدا. وعلى فكرة بيقولوا ان احنا مشاكلنا كلها وصلت من خلال السادة النواب والنائب احمد الجزار لمحافظة القاهرة. واكتر من مرة قالوا هتحل المشاكل ما تحلتش، خصوصا انهم عندهم شكوى بيقولوا ان محافظه القاهره مهتمه اكتر بالشوارع اللي على السطح او الاحياء اللي على السطح او الاحياء الراقيه. تعالي حضرتك يا فندم. بص، اولا هقول لحضرتك على حاجه. هي منطقه البساتين هي اكتر من جمعيه سكان. لم يتم تسليم هذه المناطق للحي اللي هو حي دار الحي البساتين. فدي بتبقى مشكله. يعني حضرتك الجمعيات بتسلم الناس قبل ما بتعمل المرافق وقبل ما تسلم المنطقه كامله للحي، فبتبقى مشكله ان المنطقه دي ما بتبقاش داخله في استثمارات او في خطه الحي. دي بتبقى مشكله. واحنا بنقول للناس من فضلكم محدش يستلم اي شقه هو حاجزها قبل ما تكون مترفقه والشوارع مرصوفه والاناره شغاله وكل حاجه. دي مشكله. ثاني حاجه بالنسبه لحضرتك يا سنان، احنا عاملين خطه للقمامه. احنا بنشتغل ثلاث ورديات. احنا عايزين الجمهور برضه يساعدنا شويه. حضرتك لو مريت هتلاقي ممكن جدا بتلاقي حضرتك صندوق القمامه فاضي والاكياس كلها حواليه. دي برضه مشكله. دي بقى السلوكيات احنا بنحاول يعني بنساعد الناس، المفروض الناس برضه تساعدنا. بالنسبه حضرتك للمجاري او بالنسبه للطفح الصرف الصحي، في اماكن ما فيهاش اصلا صرف صحي. واحنا عاملين خطه ان شاء الله مع هيئه الصرف الصحي وهنشوف الاماكن اللي ما دخلهاش وبنحاول بالمشاركه مع المجتمع المدني وبنحاول ان شاء الله ندخل لهم. حضرتك انت عارف طبعا، حضرتك فاهم في الكلام ده، الحاجات دي بتتكلف مليارات واحنا بنحاول بناخد منطقه منطقه. استاذه طبعا نواب البرلمان الحقيقه بيساعدونا وهم عارفين وبينزلوا معانا وبيشوفوا الناس عامله ايه يعني. طيب استاذ جهان، يعني المشاهد اللي معانا بتتذاع على الهوا دلوقتي ومصورينها، الصرف الصحي داخل جوه البيوت، ومش بس صناديق القمامه والناس ما بتحطش فيها القمامه عشان السلوكيات، لا ده جبال من القمامه ما بتترفعش، جبال من التراب والرتش والكلام ده وكده قافله الطريق للبيوت وبيتعاطوا فيها مخدرات. واسمحي لي اسالك سؤال، اخر مره حضرتك رحت البساتين امتى؟ لا ده الطريق يوميا، انا بعدي على طول. طب ده مروري البساتين حضرتك في طريقي، يعني لازم انا امر عليهم الصبح وبدي توجيهات للسيد رئيس الحي. بس فعلا انا مش بدافع عن حد، في طبعا قصور وفي حاجات مش مقبوله
في حاجات احنا كمواطنين مش كمسؤولين كمواطنين بنرفضها يعني. بس هو فعلا الناس بتشتغل يعني. مش هقول لحضرتك الناس قاعده يعني. حضرتك بتكلمني اهوت مثلا انا لسه ما روحتش. طيب يعني طيب. احنا فعلا بنشتغل يعني. انا عايز حضرتك ايه الناس تساعدنا، والحقيقه نواب البرلمان بيساعدونا وبينزلوا معانا. هما يا فندم معانا سياده النائب احمد الجزار بيقول انه بيروح للمحافظ وبيجتمع وبيعملوا، النواب بيروحوا وبياخدوا وعود ويلا نتحرك وما بتحصلش حاجه وبقت مكلمه. لا والله احنا عاملين دلوقتي حمله يعني مش عايزه اقول لحضرتك احنا بنشتغل ازاي وبنحاول نلف في الشوارع. حمله لايه يا فندم؟ حمله لايه؟ للنظافه يعني. هقول لحضرتك ايه، العربيات بتشتغل ثلاث ورديات. انا نفسي حضرتك كاميرا تنزل وتشوف بعد ساعه نشيل القمامه اللي بيحصل. طب ما هي الكاميرا نزلت اهي، ده نزلت امبارح واول طب دي مش قمامه اللي معانا على الشاشه ده تراب. ده رش اكيد. ومش في ساعه. ده رش. جبل تراب. الرش الرش. بص حضرتك الرش ده بقى على مستوى القاهره كلها. يعني الناس وصلت فيها الجراءه انها ممكن بترمي على المحور وعلى هي بتاعت المرتفعات بطريقه فيها خطر للناس اللي سايقه بالليل ومش شايفه والناس ما مش فارقه معاها. طب احنا بنظبط اكتر من عربيه بتضرب عليهم على رؤساء الاحياء، بتضرب عليهم النار لما بيطردوا العربيات دي. طيب المهندس صالح من سكان المعراج عايز يتكلم مع حضرتك، اتفضل يا فندم. انا عندي سؤالين لحضرتك. حضرتك دلوقتي قلتي سكان المناطق اللي هي الاراضي تابعة لجمعيات لو فيها مرافق ما خلصتش ما يستلموش. في زهراء المعادي في منطقه جمعيات زي شمال سيناء وجمعيه مترو بتاعت مترو الانفاق، وديت تم الاتفاق مع شركه مقاولات كبيره انها تبني العمارات السكنيه دي، واتبنت من سنين طويله بدون مرافق. طب الناس يعملوا ايه؟ اضطروا يسكنوا كده وسارقين كهرباء او عاملين ممارسه وما فيش اي مرافق. السؤال الثاني ان احنا لينا طلب بانشاء حي جديد كان على مكتب سياده النائب اللي هو ياسين طاهر، واحنا عارفين دلوقتي ان هو في حيز التنفيذ يعني تقريبا. عايزين نعرف ايه اللي تم فيه. حي ايه حضرتك؟ حي جديد للمعراج وزهراء المعادي. الحقيقه انا يعني عشان اكون صادقه مع حضرتك انا ما عنديش علم جديد، ولكن علشان تنشئ حي ليها كذا خطوه لازم طبعا بيتعرض على المجلس التنفيذي في المحافظه، بيتعرض على السيد رئيس الوزراء، وبيبقى في حاجه لان بيبقى في اسم تنشئ، اسم كبير، اسم شرطه، هتسقوا ليها مشيخه، يعني دي ليها اجراءات حضرتك مش مجرد طلب. دكتوره جيهان اتفضل. بس انا صوت بعيد شويه. اتفضل. طب علي صوتك. الاستاذ محمد نبيل معاكي. دكتوره جيهان سامعاني كده؟ حضرتك اخر مره نزلتي مساكن الكلحه امتى؟ انا يوميا حضرتك بعدي على المنطقه بتاعه الكلحه اللي هي فيها الصرف الصحي ضارب. تمام. طيب المشكله يعني دي بقى لها 30 سنه. على حاجه اتفضلي. بقول لحضرتك على حاجه، احنا متابعين، احنا بنحل ان شاء الله، احنا هنحل يعني. بس خلي حضرتك معايا، لو حضرتك تعملوا مجموعه وتيجوا تقعدوا معايا ونشرح كده المشاكل كلها على الترابيزه ونبتدي نمسك مشكله مشكله نبتدي نحلها مع بعض، انا تحت امرك. السكان بقى لها خمس سنين بتيجي لحضرتك علشان بس تقول لهم المايه دي بتتسرب منين. انا ما بقاليش خمس سنين حضرتك. لا احنا بيجوا المحافظ يعني سياده النائب حضرتك بتعمل اجتماعات مع المحافظ. انا بقول لحضرتك طبعا. هات مجموعه هاتولي المشاكل ونقعد مع بعض ونعمل خطه لحل المشاكل. امتى يا فندم؟ يقول لك امتى؟ يقول لك يوم ايه؟ اتفضل حضرتك. هقول لحضرتك على حاجه، ممكن يشرفوني يوم الاحد الساعه 10 في المكتب. يوم الاحد الجاي الساعه 10 في المكتب. تمام. اهلا وسهلا. ممكن استاذنك كاميرا البرنامج تيجي معاهم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا يا استاذه جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ المنطقه الجنوبيه. نحاول نحل مع بعض ونساعد، وهتبقى الكاميرا معاكم ان شاء الله. انتخبوا او اختاروا مجموعه. ما تروح معاهم بقى انت نائب. اروح معاهم يوم الاحد الساعه 10 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب السؤال حضرتك انت بتكمل عن المعرج. طب ايه يا فندم؟ قول لي انت سالتها.
احنا فعلا قدمنا الطلب لسياده المحافظ اللي هو كان دكتور جلال السعيد وحوله للي هو ياسين طاهر بحي جديد. حي جديد طب ما هي ما تعرفش نائب المحافظ منطقه اعتقد يعني مش مفروض يعني لما واحد يتغير بيسلم الملفات اللي موجوده للجديد مفروض. انا معايا صوره الطلب اصلا كمان يعني. الحاجه الثانيه المرافق في منطقه المعراج يعني في غايه البطء. شركه الغاز شركه تاون جاز هي المسؤوله. قعدنا معهم فتره طويله جدا مفاوضات ولغايه عشان يبتدوا يشتغلوا. كان في مشاكل في تصريح الحفر وكان في ورق بيستخلص من شركه النصر ورجوع الشيء لاصله. هم ابتدوا دلوقتي يشتغلوا في جزء قطاع 34 شغالين تقريبا ما فيش مستخلصات بياخدوها. شغالين ببطء شديد جدا جدا جدا. ده القطاع الاول في المعراج ده في الجزء في المعراج العلوي في جزء تاني والمعراج السفلي. فبالشكل ده الناس فقدت الامل ان حاجه تخلص. يعني لو احنا معدل الانجاز بالشكل ده قدامنا ولا 5 سنين. تمام. طيب خلينا نروح لفاصل سريع وهنكمل مع حضراتكم وهنشوف سياده النائب كمان. هنساله بعد الفاصل هو النائب لما بيروح الحكومه المحافظه او الوزاره او غيره ويشوف مشاكل الاهالي هي ليه لازالت حتى الان الاستجابه بالكلام زي ما قال مكلمه؟ وهل هناك اليات وادوات جوه البرلمان لمساءله هؤلاء المسؤولين اللي بيحولوها المكلمه؟ اكيد لان البرلمان هو سلطه تشريعيه ورقابيه يعني من حقه انه يستجوب ويقدم طلب احاطه وبيان عاجل للمسؤول ويجيبه البرلمان يحاسبه على وعوده زي محافظ القاهره كده التي لا تنفذ. بعد الفصل أهلا بكم من جديد في معالي المواطن. نحن نناقش مشاكل حي البساتين في هاشتاج منطقتي الهاشتاج الأسبوعي لمنطقة ما في مصر كلها زي ما شفنا المشاهد في البساتين وزي ما شفنا المعاناة مع محافظ القاهرة ورئيس الحي ونائب المحافظ وغيره وزي ما شفنا أيضا أن النواب نفسهم بيعانوا زي المواطنين أن الوعود لا تنفذ وتتحول المسألة إلى مكلمة. اسمحوا لي معانا مداخلات كتير وانا بعتذر المداخلات من البساتين ومن غيرها مدام بعتذر ان احنا متاخرين عليكم. مدام شهد او معالي المواطنه ام شهد. ام شهد يا جماعه من البساتين مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. ام شهد ولا شهد؟ ام شهد. ام شهد. ام شهد حضرتك. اهلا وسهلا اتفضلي يا فندم. حضرتك من سكان البساتين؟ أنا من سكان نفس المنطقة اللي حضرتك عملت فيها التقرير. تمام اتفضلي يا فندم. احنا هنا مش بنعاني من الزبالة بس ولا من الكهرباء ولا احنا بنعاني من حاجات كتير قوي. أولاً الورش اللي بتفتح 24 ساعة تمام ما بتقفلش وبتجيب علينا روائح فظيعة وحساسية وأمراض صدر ولما بنتكلم الصناعية بتتكلم علينا بيبقوا عايزين يموتونا بيعملوا ورديات ما بتقفلش 24 ساعه. دي حاجه. ثاني حاجه النور اللي واخدينه من الكهرباء من الشارع ده بيأثر علينا احنا بيخلي الكهرباء تقطع. يعني يعني بيسرقوا تيار من بيسرقوا تيار كهربائي. ايوه حضرتك. وممكن حضرتك تيجي تشوف تمام. ولو عايزيني انا اتقابل بيكم هوريكم. تعالوا شوفوا بتوع المخدرات من ضمن الناس اللي حضرتك عملوا معاك تقرير بتوع مخدرات وبلطجيه تمام. نيجي بقى للعمال من اللي صوروا معانا التقرير من اللي صوروا معانا. ايوه حضرتك ساكنين جنبينا تمام. يا جماعه الساده المراسلين هم نازلين يعملوا التقرير ما يسجلوش مع بتوع المخدرات والبلطجيه. استنى بس لسه بدري ما تقلقش. نيجي بقى للعمال المخالفه ال 13 و 14 دور اللي بيركبوا اسانسيرات ويخلوا الكابلات تضرب لحد الارض بالكهرب في الشارع. والله يعزك الحيوانات لما بتكون ماشيه في الشارع بتموت. وبنتصل بتوع الكهرباء كتير جدا بص بيمررونا عبال لما يجوا. انا لسه بعت رسائل امبارح لحضره النائب احمد الجزار على الفيسبوك وقلت له على موضوع الورش. ردوا عليا قالوا لي هنبلغ الحي ربنا يسهل. نيجي بقى للحرايق اللي الورش بتحصل فيها بياخدوا مخالفات يا سياده النائب بتعدي ال 100,000 جنيه. الحرايق ايه؟ الحرايق بتكون مهوله وبتاثر علينا.
طب احنا نروح فين؟ نسكن فين؟ احنا قاعدين هنا ومولودين هنا، الناس ترحمنا شويه. حضرتك ما تنزل تيجي تمشي في شارع فايده كل واحد واخد له محل فارش قدامه 3 4 متر غير طبعا التكاتك، ولو اتكلمت يتنزل والناس تنزل وترفع عليك مطوه لعيمه تضرب. يعني احنا عايشين حياه ربنا اللي يعلم بيها. طيب وغير بقى ارتفاع، اهم حاجه ارتفاع الاسعار دي مين يراقبها؟ مين؟ احنا بنتصل بحمايه المستهلك ما حدش بيرد. جهاز حمايه المستهلك؟ لا ما حدش بيرد، كل واحد قاعد على مكتبه في التكييفات، ما حدش بيعمل لحاجه لاي حد حاجه. المشكله بتاعت الكلحه بقى لها 30 سنه. المدام اللي كانت بتتكلم وبتقول لك انا كل يوم بعدي على فين، هي من سنه من سنتين من ثلاثه كل واحد بيمسك وظيفه حضرتك ما بيعملش حاجه. طب ومشاهد مشاهد بصراحه كده، حضرتك شفتي محافظ القاهره جه عندكم او رئيس الحي او نائب المحافظ؟ اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ولا محافظ ولا نائب ولا اي حد بينزل عندنا البساتين. انزل البساتين وفايده وشارع مهران وشوف شوف حضرتك، ولو عايزني اتقابل معاك وهوريكوا الحاجات دي كلها انا مستعده، لان احنا بنعاني احنا بنعاني من حاجات كتير قوي ومخالفات كتير جدا 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 جدا، وبرضه مش هنسيبها للحكومه برضه لوحدها، احنا شعب بيغلط احنا شعب بيغلط، بس لما نلاقي حد بيعمل لنا حاجه هنحافظ على الحاجه دي، مش هنفضل نغلط على طول. شكرك جدا. ام شهد من البساتين قالت كلام رئيسات النائب. المواطن المصري عنده وعي وادراك وعارف المشاكل وعنده حلول والكلام ده. هي بتقول ما بتشوفش حد من المسؤولين. قول لي بصراحه كده، وانتوا نواب محافظ القاهره زار البساتين اخر مره انت؟ ولا مره ولا مره ولا مره. هو جه مره كان عايز ياخد حته ارض في عزبه اسمها عزبه النصر يعملها سوق بدل سوق الجمعه اللي في الخليفه. وما شفناهوش ونزل من غير ما يبلغنا، مع انكم نواب الدايره. نواب الدايره انا عرفت بعد ما هو جه ومشي. يعني هو يعني هو هو وجائز زميلي محمد، وجائز ان احنا نقول استغاثه او نداء لمحافظ القاهره السيد عاطف عبد الحميد، نقول له انت ما نزلتش البساتين خالص ليه؟ ما تنزل البساتين وتشوف المناظر اللي احنا عارضينها دي. لو البساتين ما تستاهلش ان هو ينزل، هينزل فين؟ لما احنا في قلب القاهره والناس عايشه جوه شققها فيها ميه، جوه شققها وهو ما عندوش مكان يروح، الناس لغت الدور الارضي عشان الصرف الصحي. عشان الصرف الصحي احنا بس بنروح. بس استاذن سعادتك اتفضل يا سيدي، بلاش ينزل البساتين. يعمل عداله توزيع زي ما بيدي الحي الفلاني يدي البساتين. واحنا البساتين ان شاء الله كويسه وكويسه جدا. وبناسها برضو طبعا معانا ويساعدونا، لان في ناس عامله تعديات كتيره، اشغالات في الشوارع. ما هي دي دور الدوله انها تمنع المخالفات والاشغالات. لا هو على فكره بيحصل بيحصل ويجي يعمل ازاله للسوق ويمشي، بعد ما بيمشي بربع ساعه بيرجع تاني. انما لو انا جاره وبقول له لا يا عم انت ما تحطش ونساعد بعضنا بقى، يعني ما هو لازم يبقى المواطن يساعد مع الدوله دلوقتي في الوقت الحالي ده. طيب معانا المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدير، مساء الخير على سيادتك وعلى احمد بيه الجزار وعلى الاستاذ محمد نبيل وعلى الضيوف الكرام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بعد اذن سيادتك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. باشمهندس حضرتك رئيس حي البساتين، وعندنا شكاوى كثيره جدا من حي البساتين، ونزلنا صورنا زي ما حضرتك متابع المشاهد، مش عارف حضرتك شايف الفيديوهات او التقرير اللي بنعرضها. سامعني يا فندم؟ الصوت بس بطل شويه يا مدير. طيب انا هعلي صوتي. المجاري والصرف الصحي اللي طافح في البيوت والقمامه. مجدي بيه انا كان يسعدني الاول ان انا اكون مع سيادتك في الحلقه، بس حصلت ظروف وانا كنت اعرف، كنت انا بحب المواجهه عامه يعني. قالوا لي ان حضرتك اعتذرت يا فندم وانا مقدر هذا الاعتذار. انا هو احمد بيه الجزار عارف ان انا عندي ظروف، لكن انا لو كنت اعرف ان مع حضرتك المجموعه دي كنت حضرت حتى لو عندي اي ظروف. انا بحب المواجهه في اي شيء، واحمد بيه عارف كده كويس. حضرتك نتكلم على موضوعات واحده واحده. منطقه الكلحه اللي حضرتك اتكلمتنا عليها، المنطقه الاولانيه ديت، انا مسكت 27/5/2015 الحي،
اول ما نزلت منطقه الكلحه، يمكن اول رئيس حي يخش منطقه الكلحه دي بدل المره 10، واخر مره يمكن من شهر على ايد احمد جيب جزار شلنا كل الكمامه اللي موجوده فيها، وانا بتابعها بصفه مستمره. منطقه الكلحه منطقه منخفضه عن منطقه البساتين العمومي بحوالي 2 3 متر، فكل دي مياه جوفيه من قديم الزمن مش من دلوقتي. احنا بعتنا لجهاز التنفيذي للصرف الصحي اول ما مسكت البساتين، واحمد بيه مسك تولى نائب عن منطقه البساتين، كتبنا جواب لهيئه الصرف الصحي. كان في مشروع الجهاز التنفيذي للصرف الصحي المفروض يعمله، بعتنا له قالوا ان دي مياه جوفيه، حاطين البداله دي بقى لهم مده عشان تخفض منسوب المياه الجوفيه. ويمكن اخر اقتراح اقترحته انا واحمد بيه ان احنا نعمل اعاده تخطيط للمنطقه دي كلها، لان العمر الافتراضي بتاعها انتهى، ونقدم اعاده تخطيطها من اول وجديد كمساكن جديده، لان مش هيبدي فيها التصفيح. المنطقه كلها متشعبه بالميه، كل البيوت كلها الميه ضربت فيها. من الكلام ده بقى له 10 او 15 او 20 سنه قبل ما احنا نتولى هذه الموضوعات. رغم هذا منطقه الكلحه بصفه يوميه المتعهدين بيخشوا فيها، انا بنفسي بخش بيها. من شهر كده بعت اللودر بتاعي والعربيات شالت كل الحاجات اللي موجوده جوه، اي مساهمه في هذه المنطقه بقدمها كل يوم يوميا. انت احمد دي عايز كده. بس مهندس، هو بصراحه كده هو ما فيش ميزانيه لحل المشاكل دي، سواء صرف صحي ادخال صرف. ده جهاز الميه ديت جهاز التنفيذي للصرف الصحي، انت عارف الصرف الصحي الحي مالوش فيه. احنا بنبعت لوزاره الاسكان، وزاره الاسكان بتبعت للجهاز التنفيذي للصرف الصحي، هو اللي بيدرس هذه المشروعات. وكانت مسنده للمقاولين العرب وتوقفت عشان منسوب الميه وكميه الميه اللي موجوده فيها كميه كبيره. الارض كلها منسوب الميه فيها بكميه كبيره جدا. فالجهاز التنفيذي لحد دلوقتي بيشوف حل لهذه الموضوع. انا احمد بيه كلمني على سنه واحده عند سيادتك، قلنا له احمد بيه احنا نقدم مطالبه لسياده المحافظ انا وسيادتك باعاده احلال هذه المنطقه من اول وجديد وبناءها من اول وجديد، احسن من المصاريف كلها اللي هتدفع في هذه المنطقه. الناس دي كلها من حقها تسكن في شقق كويسه، فاحنا مش عشان نرمم ونصرف هنصرف اكثر من ثمن العمار. طيب الافضل ان احنا نعيد تخطيط هذه المنطقه من اول وجديد. طب بس مهندس، الست المشاهد معالي المواطنه اللي كانت في مداخله من لحظات قالت انه الورش اللي هناك بتاع صقر قريش عامله مشاكل كتير جدا، بتشتغل لوقت متاخر جدا، الاشتراطات الصحيه فيها مش موجوده اساسا، بتضر الناس وازعاج دائم، وبالاضافه طبعا مخدرات والبلطجيه اللي موجوده اللي موجودين في المنطقه. مد بيه اولا طبعا انا مش هخبي اي حاجه. منطقه البساتين فيها منطقتين، شرق الاستيراد وغرب الاستيراد، منطقه اسمها منطقه السندي. المنطقه دي كلها كل الورش الثقيله والمعدات الثقيله والتريلات بتصلح في هذه المنطقه، برضه تراكم سنين مش دلوقتي. المنطقه دي من سنين منطقه الورش دي تشعبت فيها بطريقه غير طبيعيه. المنطقه الثانيه منطقه غرب الاستيراد، وهي فيها منطقه كل التوكيلات اللي موجوده للعربيات. منذ توليه هذا الموضوع خدناه من ايام اللواء سيد نصر والدكتوره جيهان، دخلنا منطقه الكندي دي عملنا فيها حملات كثيره جدا ويوميا بننزل فيها، واخر مره فاتحين شارع من الاستيراد لحد الدائري شايلين فيه كميه عربيات كبيره جدا من التريلات اللي موجوده. واحنا زي لنا مشروع صرف صحي اجل افتتاح الشارع، لكن احنا عملنا لسياده المحافظ كان ساعتها اللي هو سيد نصر، كتبنا ان احنا ننقل الورش دي وحددوا منطقه حرفيه لنقل الورش، مش دي بس، في منطقه غرب الاستيراد ومنطقه شرق الاستيراد، لان كميه توكيلات كبيره جدا. فاحنا لما بنيجي نقفل كل الورش دي الناس بتطلع علينا تقول طب احنا ناكل عيش منين؟ طب احنا نروح فين؟ طب الناس دي تفتح بيوتها منين؟ كلمت السيده النائبه مشكورا، قالت ان احنا هننسق مع السيد المحافظ وناخد قطعه ارض ننقل فيها منطقه شرق الاستيراد ومنطقه غرب الاستيراد على اساس ان احنا نريح السكان من هذه المنطقه. ثاني حاجه، المنطقه دي منطقه تأسين صقر قريش، منطقه كلها مشاكل. منطقه صقر قريش دي اصلا مع الجمعيه منطقه كلها مشاكل، عماير واقفه من سنين، اراضي واقفه من سنين، عدم دخول المرافق مديونيه للمحافظه، كل دي تراكمات سنين فاضيه، والجمعيه مش عايزه تحل مع المحافظه المشاكل بتاعتها. طبعا المواطن هو الضحيه بيني وما بين المحافظه. هو يا فندم، هو حضرتك كرئيس حي ما طلبتش من محافظ القاهره سيد عاطف عبد الحميد ان هو يزور البساتين ولا مره؟ حضرتك المهندس عاطف السيد الوزير محافظه القاهره
زار البساتين كان جاي من منطقه الكردي على اساس كان بيشوف منطقه لنقل سوق التونسي فيها. وعد انا بقول لحضرتك يا دكتور واسال لا ما زارهاش احمد بيك جزار ان هي المره دي هي المره بس ما دخلش البساتين من جوه اللي هو ما عرفتوش بيها هي دي انا ما يعني كان بيمر لا هو كان جاي الموضوع معين تمام موضوع معين بس ما دخلش الكلحه ما لا ما دخلش علشان سوق التونسي ولع بس عشان سوق كانت زياره عشان سوق قصدي زياره تفقديه لكل المشاكل يا باشمهندس لا طبعا ما الشط المحافظ ما عنده بالقاهره كلها مش البساتين بس يعني ايوه بس اللي على الوش ده بيتنظف وبيتعمل حضرتك زرنا ثلاث مرات في البساتين مره مجد بيه اديني فرصه اتكلم بس هو حضرتك شط المحافظ زرنا في منطقه مره كان جاي بيزور الارض الخاصه بالسوق التونسي وعدى من شارع الكردي ودخل البساتين العمومي وخرج من البساتين العمومي على منطقه الجزائر ومن الجزائر على النصر ومن النصر على الاستيراد وزار الهيئه العامه الجراج الهيئه على الاستيراد دي الزياره الاولانيه اللي حضرها السيد الوزير ثاني زياره كان الدعم بتاع العربيات التموين اللي كانت موجوده وكانت في منطقه سار فريش لكن طبعا اي مشاكل انا طبعا انا احمد جدني هرد على طول على سياده المحافظ سياده النائب بيقول هي زياره واحده اللي كان مر فيها جاي ليها الزياره بتاعت المواد التموينيه دي في سار فريش لكن انا بتكلم على المشاكل بتاعه المجاري والقمامه والجبال دي زي ما قلت لحضرتك عند حضرتك احنا اتكلمنا في منطقه الكلحه عند حضرتك منطقه ال40 تلال الزباله ديت انا مش هقول لحضرتك مشكورا او انا بتكلم عن نفسي انا اول رئيس حي يخش منطقه ال40 دي كل يوم من اول تولي من اول منذ توليتي الحي ده كل يوم يوميا بخش منطقه ال40 طب وجبال الراتش يا سياده المهندس جبال الراتش دي هي دي بتاعت ال40 جبال الراتش دي بقى لها اكتر من 20 سنه وانا الوحيد اللي دخلت شلت جوه ويوميا بشيل من اربعه لخمس عربيات في المنطقه دي ما بين زباله يا مجد بيه بعد اذن حضرتك زي ما هم بيقولوا الشكاوي انا يا ريت المواطنين برضو ما ترميش انا اب كل يوم عندي لو شلت 10 عربيات بلاقي 30 نقله مرميه في المنطقه دي المنطقه دي بقى لها 10 سنين بهذه الجزئيه انا فتحت شارع كان من شارع نور الدين لحد جوه عشان الميكروباصات طيب بصراحه كده اكتر من 30 نقله من هذه المنطقه طب بصراحه كده يا باشمهندس هو احنا لو نزلنا البساتين تاني امتى نلاقي بعض المشاكل دي اتحلت يتوفر لي كل مجد بيه كل النقط اللي حضرتك بتقول عليها دي انا مش بقول لك حاجه البساتين منطقه كبيره وكلها مشاكل بس برضو انا ليا امكانيات زي ما قال احمد بيه ان في ميزانيه بتجي لي انا بشتغل بيها انا عندي مجموعه عربيات بعتنا للسياده المحافظ لدعم ازاله هذه الجبال التراب ووعدنا مع الدكتوره جيهان ان هي تدينا دعم من المنطقه الضريبيه ومن الهيئه العامه للنظافه للقضاء على الظاهره دي اللي بقى لها 20 سنه موجوده في الشارع ال40 بس انا يوميا بخش اشيل ما بين ثلاثه واربع وخمس عربيات زباله وليس تراب كمان زباله كل العربيات اللي بتترمي بتترمي في هذا المكان مش هنا بس انا عندي اكتر من 25 مناوله زي دي كده 25 مناوله زي دي كده بنرفع منها كل يوم زباله زباله ورطش وتراكمات كل يوم بهذه المشكله ويمكن الساده اللي قاعدين حوالين سيادتك عارفين هذه المشكله على الاوتوستراد بنفسه بيترمي لنا كل يوم بدل النقله 20 نقله طيب تراب. طيب معايا الاستاذ ايمن خليل موجود معايا اهوت من سكان البساتين عايز يتكلم مع حضرتك اتفضل يا استاذ السلام عليكم يا باشمهندس باشمهندس الراتش اللي كنت حضرتك بتشيله ده الكلام ده كان من 3 اشهر بالظبط كان بيتشال طيب كان بيتشال من 3 اشهر مش كل يوم كان من 3 اشهر الزباله انا بقول على الزباله يوميا بقول على الزباله يوميا الراتش من 3 شهور اما بقول الزباله يوميا يوميا اكيد الجبل ده انت حضرتك كنت شغال فيه من 3 اشهر وبعد كده انقطعت خالص حضرتك يا احمد جدا الظاهر ماشي ما انا عارف استاذ سامح هو اللي كان قايل الموضوع ده متابعه جامد قوي استاذ سامح اللي كان بالرغم من كده ما بنقضيش عليه لا ما بنقضيش عليه ما نقدرش نقضي عليه وعربي بسبب حضرتك بسبب العربيات بتاعت حضرتك اللي دخلت جوه دمرت الشارع في الصرف السياحي كسرت مواسير ومفيش حد جه عالج المواسير دي انا هختصر لحضرتك يا مجدي بيه الموضوع ده اكبر اختصر للمشاهدين انت مش ليا اكبر من حي البساتين اكبر من امكانيات حي البساتين امكانيات حي البساتين دي حقيقة اكبر من امكانيات اكبر من امكانيات حي البساتين كمعدات واليات هو كان بيجي جرار واحد وعربيتين جرار واحد وعربيتين
والباقي كان بيتلم من اهل الشارع. طلبت من المحافظه امكانيات زياده يا باشمهندس؟ طلبنا من المحافظه وطلبنا طبعا انت عارف امكانيات المحافظه واحمد بيه كان معانا وطلبنا من الدكتور شهان اديتنا اول دفعه من ثلاث اشهر زي ما هو قال كده المواطن مع سيادتك اشتغلنا فيها، لكن احنا لو اشتغلنا في مكان واحد المعدات بتاعت الاحياء كلها هتقف بكميه كبيره جدا. فبعتنا للدكتوره جهان ان تخلي الهيئه العامه للنظافه ترفع الكلام ده مع اول مسؤول عن الرفع في هذه في الشارع ده بالذات شارع ال 40. حضرتك قدامك جهاز تلفزيون يا فندم؟ انا قدام سيادتك وشايفك يا مجدي بيه. طيب ممكن تخليك معانا كده نشوف تقرير مع بعض ونكمل كلامنا عن الورش يا جماعه ولا شقة التعبان؟ لا شقة التعبان حي المعادي. حي المعادي ويخصني برضه في الكلام عشان شغلتي. شقة التعبان مش تبعك يا باشمهندس. حي التعبان تبع حي تورا يا مجدي بيه، منطقه المعراج ليه اخد جزئيه كده؟ منطقه المعراج اللي اتكلم عليها سياده المواطن مع سيادتك. طب ما انا معايا المواطن المهندس صالح عايز يكلمك في المعراج. ازيك يا عادل بيه؟ اتفضل. احنا كنا بنتعاون مع حضرتك لما كنت في مكتب نائب المحافظ، بنشكر حضرتك يعني. كنا احنا بنشفق طبعا على حضرتك، ولذلك كنا احنا بنتكلم في انشاء حي جديد يشمل المناطق الجديده من بعد الكندي وانت طالع بقى لغايه بيتشو. وكان قبل كده كان انا ذات نفسي طلبت حضرتك من بعد الثوره على طول تقدمت المحافظه بفصل الاحياء وعشان ننشا حي اسمه حي زهراء المعادي. تمام. والمحافظه مشيت في هذه الجزئيه وبعدين جت الناس اتغيرت زي ما انت بتقول الورق بيقف، لكن انا من مصلحتي ان يتنشئ حي جديد من اول الاقتصاد. دكتوره جيهان بتقول ما تعرفش اي معلومات عن الموضوع ده. لا حضرتك لا ما فيش حاجه اسمها ما اعرفش. هي اللي بتقول دلوقتي كانت المحافظه كانت هتنشئ حيين جداد، حي اسمه زهراء المعادي ومكانه في مدخل المعراج ومدخل المعراج، والحي الثاني كان برضه في حلوان منطقه عين حلوان. لكن انت عارف برضه ان دي تتوالى الاحداث وتتوالى المسؤوليات والكلام ده، لكن اخر مره تقدمنا للواء سيد نصر الطلب عشان نفصل حي زهراء المعادي من اول الاستيراد ياخد الكندي وياخد المعراج العلوي والسفلي وياخد زهراء المعادي وياخد بيتش وياخد بدر يمشي كده لحد نزله العين السخنه، ده يبقى حي لوحده وينفصل عن حي البساتين خالص. وده مجال دراسه دلوقتي في التخطيط عشان يتنشي دي. طبعا لازم نعمل اسم الاول، اي حي بتنشي لازم يتنشي اسم ليه الاول. فاحنا دلوقتي بننشي اسم زهراء المعادي بالتنسيق مع اسم البساتين عشان نبدا بعد كده في فصل الاحياء. اشكرك جدا باشمهندس عادل. ايه لسه اسئله علشان عندي تقرير مهم. اشكرك جدا باشمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين. هقول لحضراتكم بعض الرسائل اللي جات لنا على صفحه البرنامج وصفحتي الشخصيه حول البساتين. الاستاذ جمال احمد الخرش بيقول ربنا يوفقك استاذ مجدي، فعلا مواطن مخلص ومحترم، ده شرف ليا يا فندم، ده واجبنا. بيقول انه يتحول حي البساتين الى جنه لو الجيش فيها، عشان دي المؤسسه المحترمه اللي ممكن تنجز اي مشروع بدقه وفي الميعاد المحدد. وجهه نظر طبعا الجيش هو المؤسسه الوطنيه الاكثر انضباطا وانجازا. الاستاذ ابو عبده بيقول انا بفتخر اني قابلت شخصيه عظيمه. شكرا يا فندم. وانا كان عندي مشكله وريت اتكلم مع حضرتك. حاضر حاضر، مشكله واضح انها. الاستاذ تامر محمد بيقول اقول لحضرتك بكل بساطه، هات طلبه هندسه معماريه في المرحله الاخيره او من المتطوعين يبقى وفرنا ثمن التصميم، وحضرتك تفهمهم انه تصميم المنطقه يكون غير مكلف في نفس الوقت ابداع وجمالي، ومع موافقه اداره الحي ونجيب صندوق باسم البرنامج ونلم من مواطني الحي والساكنين فيه، وكل من يريد ان يساعد في اعاده جمال مصر ومساعده هذا الشعب. ولا تنسى مهندسين ترميم المباني القديمه وحرفيين المنطقة من عمال محارة ونقاشين ونجارين وألخ، ولله الموافق والله الموافق. الأستاذ أشرف خطاب بيقول مفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنها تتحول لبساتين مرة أخرى. كمان في رسائل أخرى طبعا من السادة معالي المواطنين حول البساتين، وجاي لنا صور كتير و
طبعا الزهرة الصفراء بيسمي نفسه كده او مسميه نفسها كده. ارجو مناقشة كارثة حي البساتين، استغاثة عاجلة لكل المسؤولين بمصر وكل من يهمهم الامر. انتشار الغاز وحالات الاغماء والحالات الحرجة بمنطقة صقل قريش، المعادي الجديدة غرب وشرق الاوتوستراد، لسرعة ضحر الفساد والاهمال. بعدما صرح السيد اللواء محافظ القاهرة بطرح ارض بطريق السخنة لنقل ورش منطقة صقر قريش المعادي الجديدة، حدث ما لا يحمد عقباه. طيب ورش زي ما تقول الزهرة الصفراء، ورش صقر قريش، تعالوا نشوف مع بعض هذه المشكلة في هذا التقرير لان احنا رصدناه في البساتين ونكمل مع حضراتكم. من المناطق الحيوية تبع منطقة البساتين يعاني أهلها من ضجيج دائم وتلوث شديد في الهواء بسبب وجود ورش سيارات في كافة أرجاء المنطقة. حلول قدمت واقتراحات بلغت إلا أن جميعها كان مصيرها الأدراج دون تنفيذ. أنا هنا من 2003، إحنا المحلات دي إحنا فتحينها من قبل ما السكان دي تسكن، ماشي؟ المشكلة بقى اللي هي زادت أكبر، نفس السكان اللي هم خدوا محلات بوضع اليد وأجروها للناس، وفي بعض منهم أجر والبعض التاني غاير منه فبينقم عليه. بنصحى من الصبح من الساعة 7 نفتح ورشنا عشان ناكل عيش، احنا مشونا واحنا عايزين نمشي، مش معارضين ولا معانا مشاكل مع حد، وكل ورشة فيها 10 صناعية وكل صناعية فاتح بيت. ادي مشكلتنا، ما عندناش مشاكل تاني، عايزين نمشي من بكرة، وجودوا لنا مكان واحنا نمشي. كل ورشة فيها 10 تنفار في 10 بيوت، في كام عيل مثلا، كل واحد على الاقل مثلا معاه 3. لما انت مثلا عايز تقفل ورشه دي في مغزى وكده، هياكلوا منين او هيعيشوا منين؟ فلازم عشان تنقل المكان ده لازم يكون ليهم مكان بديل. وجهتين نظر متناقضتين، يرى الاهالي ان لهم احقيه في العيش في هدوء، واصحاب ورش يرون انهم سكنوا في المنطقه من البدايه قبل اعمارها. اولا بيسهروا لحد الساعه 2-3 الصبح، ازعاج على طول، ريحه بنزين وجاز. انا اولادي الاثنين جالهم حساسيه في عينيهم وجالهم حساسيه في صدرهم بسبب البنزين والجاز اللي احنا بنشمه على طول. ممكن جدا تبقى قاعد تلاقي في حريقه تحت عادي جدا يعني، واحنا اساسا ساكنين في الدور الثاني يعني ممكن يوصل باي طريقه. خناقات بقى وشتيمه وقرف، واحنا طبعا عندنا بنات مش عارفين نتحرك اساسا في المنطقه يعني. المكان ده المفروض يتاجر حل جزار بقال، الله، مش لازم يتأجر الحاجات دي ليها المناطق الصناعية. جلسات واتفاقات لم تشفع بتغيير الوضع هناك، ليبقى الوضع متأزما بين الأهالي وأصحاب الورش، فمتى الحل؟ أهلا بكم من جديد في معالي المواطن. نحن في منطقة أو حي البساتين، مكتظ بالسكان، مكتظ بالمشاكل زي ما شفنا، مكتظ أيضا بالإهمال. وشفنا التقرير الخاص من ورش صقر قريش، أزمة قديمة مش عايز، ما حدش عايز يحلها. جاي لي برضو رسالة عنها من الأستاذ أحمد مرغني، بيقول ورش صقر قريش تابعة للبساتين. هي تابعة للبساتين ولا تابعة للبساتين؟ تابعة للبساتين. امال مين قال انها مش تابعة للبساتين؟ للبساتين شقة تعبان. بنعاني، والامراض الناتجة عن الورش بنموت وبقت قنبلة موقوتة. يا ريت نعرف هيتم الازالة امتى. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيكم كلكم. الازالة ديت على فكرة احنا نتابع موضوع صقر قريش ده وهنشوف مع حضراتكم. اسمحوا لي انا معايا مداخلات كتير. مين معانا يا جماعه؟ مين معانا من البساتين؟ معالي المواطنه نجوى ابراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا حضرتك. أيوة. من سكان البساتين، مدينة المعراب اللي تابعة إداريا للبساتين. البساتين برضه تمام. أيوة. فضل يا فندم. والله احنا عندنا هنا في مشاكل كتيرة جدا جدا خاصة بالمنطقة. اساسا انا ما بشوفش
الا كل الاماكن دلوقتي بقت بعد ما كانت المنطقه زي على عينينا واخدين اسكان راقي او اسكان فاخر، النهارده الشوارع كلها ما فيش اي تنظيم ليها، الشوارع كلها مكسره. اما رحنا الحي من ساعه اللواء ياسين لحاليا محافظ اسماعيليه واشتكينا له، وهم يقولوا لنا ان شركه النصر هتسلم المكان دوت للزهراء، لمدينه الزهراء. احنا ما لحقناش شركه الزهراء، لا حد استلم ولا حد خد، الاماكن الشوارع مكسره، ما فيش اي تمهيد، ما فيش اي اضاءه، ما فيش اي، النهارده الغاز الطبيعي بقى لنا دلوقتي اكثر من سنتين، في ما فيش اي تقدم في اي حاجه. ده بجانب ان في مشكله مهمه جدا ان احنا كسكان المعراج وفي الشوارع الرئيسيه انا بشتكي ان الشقق ابتدت تتحول كلها لشركات بدون اي تراخيص، الشقق كلها السكنيه ما عادتش سكنيه، بقت اداريه، مكاتب اداريه بدون ترخيص، مكاتب اداريه مع ان الترخيص سكني، نعم، مع ان الرخصه سكني ومتاجره، والميه بتدفع على انها سكني وهي ما اداري، والكهرباء بتدفع على سكني وهي اداري. ده يعني بقت حاجه في تحايل غريب، وده راجع ان الحي ما بيشربش وما بيفتشش على الحاجات دي. احنا اشتكينا قبل كده، اشتكيت من ايام كان رئيس الحي اسمه ايه؟ اللي هو ياسين بلغناه، واشتكينا اللي رحت للاستاذ جيهان وبلغناه، اللي هو ياسين بقى محافظ اسماعيليه، كان ساعتها متعاطف معانا جدا، وعملنا اجتماع وجبنا شركه النصر وقلنا لها المفروض ان الاماكن كل حاجه تبقى في مكانها الطبيعي، ما فيش حاجه مظبوطه خالص، لا ارضيه لا شوارع متسفلته ولا اضاءه موجوده ولا غاز طبيعي موجود، يعني الحمد لله احنا بقينا شبه عشوائيات. وكنتوا شارين شقق تمليك وغاليه. غاليه طبعا، شارينها غاليه. وبقت منطقة عشوائية. أفندم؟ وبقت منطقة عشوائية. لا لسه. لا بالنسبة للبساتين مالكش دعوة بالبساتين. لا طول ما حي البساتين موجود هتبقى. لا خالص. احنا بقى كله عشوائيات ولا ايه؟ المعراض اللي تابع للبساتين. واحنا لازم ننفصل. تمام. اشكرك جدا معالي المواطنة نجوى من المعراج. باشمهندس انتوا عايزين تنفصلوا ليه عن البساتين؟ لان مشاكلنا غير مشاكل بساتين. يعني انتوا عايزين تسيبوا البساتين في اللي هي فيها وانتوا تشجروا بقى وتظبطوا والكلام ده بصراحه يعني. بص يا فندم، اسم الشرطه كنا احنا توجهنا لوزاره الداخليه قبل كده، وكان في ناس من السكان عندهم استعداد يتبرعوا ويبنوا الاسم على حسابهم. في الوزاره قالوا لا احنا بناخدش يعني معونات ومش عارف ايه، لا احنا هنبني وعندنا ريسورسز وعندنا فلوس وعندنا كل حاجه، والى هذا الوقت ما فيش حاجه. ده بقاله قد ايه؟ ده من بعد الثوره، وبعد كده لما رحنا برضو لسياده اللواء ياسين برضو تكرر الامر، وقالوا هم ايه هيبنوا بس عندهم تنظيم بقى عشان عايزين يعني قوانين من مجلس الشعب تطلع، لان في حي هيطلع في سلاح هيتخصص له. يعني في قصه عندهم طبعا عندهم مشاكل. يعني سياده النائب موضوع كبير واضح. ناقشتوه مع الداخليه؟ لا لسه حاليا انا عندي خلفيه طبعا. على فكره متخصص الارض بتاعت الاسم كان هيبقى اسم تاني بساتين من قبل الثوره بكذا سنه، بسنتين تقريبا بالتحديد بسنتين. وانا شفت محضر الاستلام في الحي ورئيس الحي رفض. بس طبعا لما قامت الثوره طبعا كل الدنيا في جمهوريه مصر العربيه كلها اختلفت وتغيرت. فطبعا هنبدا بقى نتكلم من اول وجديد لما الامور يعني تمشي في نصابها وتبقى متظبطه شويه عن كده. وخلي بالك مش هخليك تبعد عن البساتين، عشان انت بعد ما شفت البساتين دي كده قدامك انت تبوس ايدك وش وضهر وتقول الحمد لله. طب انا هقول لك بس انا هقول لسيادتك حاجه. استاذ احمد طبون ما يزعلش بالكلمتين دول عشان هم اللي دول على طول ايه. احمد بيه بعد اذن. انا رحت لرئيس الحي هقول لسيادتك بعد اذن. انا بعد ما بقيت نائب بالظبط وحلفت اليمين ب 25 يوم عملتوا لي انتوا دعيتوني واستقبلوني انت استقبال جميل جدا. حصل. وقعدت معاكم وعرفت المشاكل. بعد ما الاجتماع اللي عملناه مع بعض بثلاث ايام انا اتحركت معاك ازاي ورحت فين وفين وفين. رحت لشركه النصر ورحت للنائب المحافظ. حصل. الموضوع خارج عن عشان نتكلم دي او في صحه بتاع المعراض عشان نتكلم. بس انا دوست فيه جامد وما زلت
ويمكن اخر حاجه ما فيش من اسبوعين كنت كان في مقابله معينه قلت لك اعمل لي حصل. انتوا مشكلتكم شركه النصف اي منطقه مجدي بيه بتاخدها شركه او جمعيه لازم هي بتسلمها للمحافظه مع متابعه الحي في المرافق، يعني هم يصرفوا المفروض يصرفوا. انا اخر مقابله قابلناها في شركه النصر انا وحضرتك كان المهندسة كانت موجوده مهندسه اماني وقالت احنا الوقت اصل جالنا قرار احنا كنا لما بناخد مكان بنعمله اي تو زد كويس، انما دلوقتي جالنا قرار ان لازم ندخل شركات تقوم بتنفيذ اعمال البنيه التحتيه فاسندوها لشركات معينه. طب ايه الموضوع؟ عايزين نخلصه، عايزين نعمل بروتوكول، ومحدش بعد كده سأل. ما الشركات دي يا فندم ماشيه على قشر بيض. ايوه يعني بيه، ما ده اللي حصل. معلش ما انا بقول يعني انت يعني من ساعه احنا ما رحنا تقريبا بتاع الغاز الطبيعي بدا يشتغلوا بس يعني حاجه. طيب اسمحوا لنا بس معايا المواطن هاني سعيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا هاني. بيه حضرتك من سكان البساتين؟ من اهالي الكلح يا فندم اللي حضرتك طولت فيها. اتفضل يا فندم. انا بشكر حضرتك الاول لاهتمام حضرتك لمعاناه الناس، وبشكر الاستاذ الحضور اللي بيكون حضرتك ده واجبنا يا فندم. اللي انا عايز ربنا يخليك يا فندم، بس اللي انا عايز اقوله يا فندم ان المنطقه بتاعت الكلحه دي مهمله بقى لها اكتر من 30 سنه، ولا في رئيس حي نزل، ولا في نائب محافظ نزل، ولا في اي حد زار المنطقه دي، ولا حتى فكر يشيل منها ولا. ولكل ما بنتكلم مفيش فلوس، مفيش حاجه، حتى مشروع الصرف الصحي اللي احنا عملناه بالجهود الذاتيه من خلال الحاج احمد عبد الجزار بعلاقاته بسلطته ان هو نائب، قالوا لنا ان مفيش مواسير، واحنا اشترينا المواسير على حسابنا وشركه الصرف الصحي عملتها فعلا، واحنا سعادتك بنناشد حضرتك وبنناشد كل مسؤول عنده ضمير ان هو يرحم الناس دي، لان الناس دي من حقها ان هي تعيش في بيئه نظيفه. حاضر. من حقها اقل حقوقها ان هي تعيش في بيئه نظيفه بعيد عن الوباء وبعيد عن متلقعات الامراض اللي موجوده في المنطقه. انا مش متخيل الناس بتعاني ازاي. انا بضم صوتي لصوت حضرتك واصواتكم كلكم في نداء لمحافظ القاهره السيد عاطف عبد الحميد، بقول له يعني منطقه الكلحه دي واضح ان في البساتين واضح ان مشاكلها ضخمه جدا جدا، فيها ايه بمحافظه القاهره بكل امكانياتها دي تحل المشكله دي، تنزل تعمل حمله تخلص. ايه الازمه طالما الحي امكانياته ضعيفه مش متاحه؟ لو كان الحي بامكانياته المحدوده مش قادر يحل المشكله، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش قادر ليه المحافظه ما تدعموش لحل مشكله الكلحه دي؟ ايه الصعوبه في دي يا سياده المحافظ؟ ايه الازمه في دي؟ ايه المشكله؟ ما تنزل وتشوف الناس، انت مش مسؤول وربنا هيحاسبك على ده. انزل البساتين وروح شارع شارع وشوف المشاكل، وامسك ورقه وقلم وصور زي ما احنا صورنا، وعالج، وهات عادل عبد الظاهر المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحي، عندك امكانيات ايه؟ عندي امكانيات كذا، البساتين دي فيها مشاكل كتيره، يلا المحافظه كلها وراك. القاهره مش المعادي، والقاهره مش مصر الجديده، بس حرام. انزل كمسؤول، انزل مع الناس، والله هتثاب انك انت بتحل مشاكل الناس دي. انا مش عارف يعني انت لما تروح تقول له المشاكل، طب ما انا بقول له هو محافظ القاهره عاطف عبد الحميد على الهوا، وانت بتقولوا بتروحوا وبتيجوا والكلام ده وكده. طب بقول لك ايه يا سياده المحافظ، احنا هنصور تاني وتالت في الكلحه وفي البساتين وهنتابع، لو ما فيش حاجة اتقدمت ولا اتعملت هشكوك لرئيس الجمهورية على الهوا، وأنا بشكوك لرئيس الجمهورية على الهوا، وبشكيك لرئيس الوزراء. أنت في جهاز تنفيذي، أنت محافظ. البساتين حي كبير وساكنة ناس فيه كتير جدا، وبيعانوا المعاناة دي. المشاهد دي هاتوها لنا تاني يا جماعة، هاتوها لنا عاشر مرة يا جماعة، عشان نشوف مع بعض. يعني الكلحة ديت هي اللي محافظة القاهرة بكل إمكانياتها مش عارفة تحلها؟ طب مش قادرين نقعد، احنا مستعدين نساعدك في البرنامج،
مستعدين نعمل حملة ونجمع تبرعات عن طريقكم انتوا اللي تجمعوا تبرعات او الجمعيات اللي موجودة او النواب عارفين جمعيات الجمعيات الاهالي الاهالي مستعدين يعملوا اي حاجة بس هم مش هيقدروا يقوموا بدور الحكومة وفي اهالي وفي مواطنين بيخالفوا في الورش وفي رمي الزبالة والكلام لو في رقابة على دور وفي تنفيذ للقانون سيادة القانون على الكل المواطن اللي هيخالف وتعاقب مش هيخالف تاني مش ممكن المشاهد دي تكون موجودة في 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 القاهرة في محافظة القاهرة عاصمة مصر ونسكت ونسكت انا عارف ان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد ما عملش مداخلة مع البرنامج وما جاش لانه مش هيقدر يرد على الحاجات دي اعتقد انه مش هيقدر يرد على الحاجات دي انا عارف بس مش مقدر في فرق بين المعرفة وان اتفهم ده انا مش متفهم ده لانه المواطن هو المعالي الحقيقي هو حضرتك بتشتغل عنده يا فندم وانا بشتغل عنده يا فندم وكلنا بنشتغل عند المواطن المصري اذا مش قادر تحل دي سيب مكانك بمنتهى البساطة ببساطة شديدة جدا اهو المشاهد اهي الحي مش قادر والراجل اعترف رئيس الحي ده في طحالب يا فندم ده في شعاب مرجانية ده هتبقى بقى مزار ده ممكن ينمو فيها قراميط سمك القرموط مدخل بيت ده ليه ده يكون مدخل بيت وناس عايشة فيه في مصر وانت محافظ نزلت وقفت هنا والله العظيم انا لو مكانك اقسم بالله انزل ابات فيها يوم واثنين وثلاثة واشوف حل ما عنديش امكانيات هخلق امكانيات هلم من الناس هقف هطلب من الجهات الحكومية هروح اقعد للوزير المسؤول لوزير الاسكان اقول له لازم احل المشكلة دي المنطقة دي انا لا اقبل ان اكون محافظ القاهرة والمشاهد دي موجودة يا جماعة هقف بصندوق في الشارع حط كل واحد جنيه وهنعمل مع بعض لكن اطفال عايشين كده ليه وامراض الاطفال ونرجع نقول امراض عندها ونصرف عليهم مليارات في الرعايه الصحيه وفي العلاج ونواب ومعانا سياده النائب اهو بيروح المحافظه ويقعد وقال لك تحولت الى مكلمه وفض مجالس ومفيش حاجه بتتعمل والاسبوع الجاي والتكليفات بتتقال قدامهم امال فايده نائب الشعب ليه انا نفسي قلبي وجعني والله ان نائب في مجلس النواب في البرلمان يقول الناس في الدائرة مش بتحترمنا هو مش دوره انه يكون سلطة تنفيذية هو دوره انه يروح لسلطة تنفيذية يقول لهم يلا نحل مع بعض ليه انت فاكر انك كمحافظ مش هتواجه فالمشكلة هتنتهي لا بقول لحضرتك حضرتك احنا نصور تاني وتالت والله العظيم لو ربنا ادانا عمر المشكلة هتزيد اذا ما حلتهاش إذا وزير إسكان ما ساعدكش والصرف الصحي ما ساعدكش قول لنا قول للنواب سيادة النائب كلمة أخيرة وأنا آسف إن أنا انفعلت بس يعني هو انفعل لأني لا أقبل إن المواطن المصري يعيش بالشكل ده وأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يقبلش بده هو بيشكو زينا كلنا من الأجهزة التنفيذية كل واحد يقوم بدوره ولا يا سيادة النائب مفروض لو هو كل واحد قام بدوره مش هيبقى في اي مشكله في اي حته ولا البساتين ولا غير البساتين في كل حته في كل مكان انا قمت بدوري اكيد عملت اللي عليا اكيد عملت اللي عليا وعملته صح خلاص ما بقاش عندي مشكله رئيس الجمهوريه ده ورئيس الحكومه كمان اشراف عالي حاجه جات اشراف عليا يحدد سياسات يدبر موازنات يعمل والكلام ده يشرف لكن مش هيقعد على ايديهم لا طبعا لا طبعا استاذ ايمن والله كلمة أخيرة أقولها لحضرتك نفسي المحليات تنهض بجد ده أزمة مصر في المحليات هي فساد مصر كله في كل فساد مصر في المحليات فساد مصر طول عمرنا هنفضل زي ما احنا مش هنتقدم خطوة لو راعي الموظف بتاع اللي شغال في المحليات في الحياة راعي ضميره احنا بجد هننهض ونبقى دولة كويسة يا رب يا باشمهندس عايز أقول إن حقنا كمواطنين أن نرى عين الاهتمام التجمع مهتمين بيه مليون في المية قوانين
وريستريكشن في البناء مفيش تجمع الخامس طبعا والشيخ زايد و6 اكتوبر والمعادي والزمالك يعني. طيب. شو مصر الجديده ومدينه نصر احيانا عايز اقول لحضرتك انا لما كنت بروح لرئيس الحي يمكن عشان ما فيش مسؤولين على الساكنين عندكم اكيد في البساتين اكيد واستثمارات بقى البلد عايزين يبيعوا الاراضي الجديده والعاصمه الاداريه والحاجات فلازم يبقى فيه اهتمام اكبر. طب ما تحاولوا يا استاذ النائب تسكنوا مسؤول معاكم في البساتين حتى لو تدفعوا له الايجار. طب احنا بقى نواب وفي نواب ساكنه في البساتين وارد حاجه ما نواب بيته زي الموضوع مش انت بتروح وبتعمله والله انا مشفق عليك يا مكتب النائب في الزهراء يعني برضو لازم بيعدي. انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما كنت بروح لرئيس الحي في اي حاجه برضو كان يسفه من الطلبات بتاعتنا مخالفات البناء وانتوا عندكم مخالفات بناء اقول له عندنا مخالفات في ناس بتبني دورين وثلاثه اقول له الكلاب الضاله يقول لي وانتوا عندكم كلاب انتوا ده احنا عندنا هنا العيال ما بتعرفش تروح المدارس نقول له ايه نقول ايه. طيب زميلي محمد نبيل كلمه اخيره يا استاذ مجدي انا نفسي اشوف مشكله في البساتين دي بتنتهي نفسي مسؤول ياخد مشكله من اولها لاخرها وتنتهي. عندك حق. اشوف مسؤول بس يقعد ساعه في الكلحه دي. ساعه. والله الكلحة. ما يقدر يقعد ساعه. طيب. بشكر حضرتك جدا، بشكر حضراتكم جدا، وعايز اقول على حاجه للسيد محافظ القاهره ورايحين لمحافظ الجيزه راجعين له تاني بعد ما كنا في المهندسين وفي العجوزه. رايحين لمحافظ الجيزه في مناطق تانيه جوه بقى. جوه الجيزه مش المهندسين احنا بدانا بالمهندسين وعجوزه رايحين بقى الجيزه جوه بقى جواني كده. وعايز اقول للسيد محافظ القاهره والمسؤولين كلهم في الاحياء بغششكم بقول لكم اهو ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر يوم الثلاث الجاي في الحلقه الخاصه بهاشتاج منطقتي بغششكم اهو احنا هنروح دار السلام. عارفين دار السلام جنب البساتين كده رايحين لمعالي المواطنين في دار السلام وجاي لنا شكاوى وازمات كتيره جدا واحنا رايحين دار السلام. فبغششكم ممكن حاجه وهنرجع للبساتين تاني وتالت ورابع لانها تستحق. بشكر حضرتك جدا سياده النائب احمد عبد الجزار عضو مجلس النواب عن دائره البساتين شرفتني ونورتني وانا بحترمك على صراحتك. ربنا يخلي حضرتك. شرفت ونورت. والعزيز معالي المواطن اللي شرفنا ونورني الاستاذ ايمن خليل اهلا وسهلا نورتني. والعزيز ايضا معالي المواطن المهندس صالح ابو النصر صالح اشكرك يا فندم شرفتنا وننتظركم ان شاء الله مره جايه بقى بكاميرا في المعرض ان شاء الله في المعرض عشان نحل البساتين ده انتم مرفهين حاضر فين على متغاظ منك سياده النائب اهو قاعد يقول لك يا عم تعالى البساتين ما قصرتش معاه الجميع لا لا سياده النائب لا فعلا راجل محترم وبيقف معانا بس المسؤولين متخلين عنده بصراحه معلش بشكر معالي المواطن محمد نبيل اللي شاركني في هذه الحلقه كمقدم برنامج انا بشكر حضرتك ويا رب تكون كل الاعلاميين في مصر زي حضرتك يا فندم ربنا يخليك ده واجبنا كلنا بشكر حضراتكم جدا واشوفكم في حلقه جديده غدا الساعه 8 مساء على الحياه 2 من معالي المواطن وبكره حلقه المناظره والمواجهه بكره هتكون سخنه جدا بس حول قضيه حياتيه قضيه حقيقيه في حياه كل المواطنين بشكر حضراتكم جدا وزي ما بقول تاني للسيد محافظ القاهره الموقر معالي المواطن في دار السلام الاسبوع الجاي اسبوع على خير.